مساء الخير، تحية طيبة، تحية تونس، أهلا بكم إلى حوار الثاني على الوطنية اثنين. اليوم باش نرجعوا للتعاطي الشعبي وأيضا التعاطي الإعلامي بعد عملية بن جردان التي حدثت مطلع الأسبوع. إذا يحضر معي في الاستوديو أسامة صغير نطق باسم حركة، أيضا زياد دبار عن نقابة الصحفيين التونسيين، مساء الخير أيضا. سيد محمد عبو مؤسس التيار الديمقراطي، أهلا بك. أهلا وسهلا. ومراد بن عثمان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي. أهلا في وسهلا. البداية ننتقل إلى تطاوين مع مراسل التلفزة الوطنية خميس بوبطان لأكثر تفاصيل. مساء الخير خميس. إذا خميس ليس جاهزا، بعد نذكر التطورات في بن جردان اليوم، القضاء على 3 إرهابيين وأيضا القبض على عنصر آخر في انتظار الحصول على زميلنا خميس ببطان من تطاوين. أردنا في هذه الحصة تحية للجيش والأمن الوطني، نمرر هذا العنصر المسجل ثم نعود للحديث. الأمن التونسي أحبط مخطط مجموعات إرهابية في السيطرة على مدينة بن جردان بداية الأسبوع بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والجيش التونسي وعناصر إرهابية وسط المدينة في ثاني عملية من نوعها خلال أقل من أسبوع. العملية بدأت عندما حاولت عناصر إرهابية اقتحام وحدة أمنية للحرس الوطني وثكنة عسكرية في منطقة بن جردان على الحدود مع ليبيا، أين حصلت اشتباكات عنيفة بينهما أدت إلى مقتل 48 إرهابي واستشهاد 19 بين مدنيين وعسكريين وأمنيين حسب آخر حصيلة. البعض أشار إلى أن هذه العملية تدخل في إطار محاولة الجماعات الإرهابية توجيه ضربة استعراضية لتونس، يكون من أهدافها ضرب ثقة عناصر المؤسسة العسكرية والأمنية بمؤسستهم وفقدان الشارع للثقة الكبيرة التي تجسدت بالمنظومة العسكرية والأمنية. التحرك كان سريعا والرد كان قاسيا. رئاسة الجمهورية أعلنت إغلاق الحدود مع ليبيا وفرض حظر التجول في مدينة بن جردان، والأمن التونسي قام بإغلاق كل مداخل جزيرة جربة ومنع الدخول إليها. رئيس الدولة رجح بأن يكون هدف الإرهابيين إعلان بن جردان إمارة وطرد قوات الجيش والحرس والأمن منها من أجل هدم معنويات الشعب التونسي وتحقيق مكسب معنوي وعسكري كبير، مؤكدا على جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية. رئيس الحكومة أكد هذه الفرضية عقب مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن رد فعل القوات المسلحة كان سريعا وقويا وتم إحباط المخطط الإرهابي منذ البداية. شحنة كانت موجودة منها في منطقة العمليات، تم حجزها من طرف قوات الأمن الداخلي وجيشنا الوطني، وكانت مدججة بالسلاح وفيها أسلحة منها متطورة وهامة. إلى جانب الشاحنة كذلك هناك ثلاثة منها مخابئ لأسلحة وقع اكتشافها، وكذلك فيها منها عدة أسلحة منها هامة. معركة انتصرنا فيها منها مش تكون عندها انعكاس إيجابي وإيجابي جدا على معنويات أعواننا في جيشنا الوطني وفي قوات الأمن الداخلي، وكذلك مش تكون عندها انعكاسات سيئة وسيئة جدا على معنويات الإرهابيين اللي عرفوا أن تونس ماهيش سهلة تربحنا معركة، لكن الحرب مازالت متواصلة ضد الإرهاب وزمنا تكون يقظة تامة على كل المستويات. رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعا جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ومنظمات مهنية إلى مزيد الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها للوقوف سدا منيعا ضد الاعتداءات التي تستهدف تونس، وللتأكيد على أنه لا مكان بيننا للإرهابيين دعاة الموت. دعم الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات السياسية والإسراع في التوافق على مخرجات المؤتمر الوطني ضد الإرهاب والتسريع بعقده. هبة شعبية شهدها الجنوب التونسي، حملات للتبرع بالدم للمصابين من المدنيين والأمنيين والعسكريين، ومسيرة تضامن واستعداد لمواجهة الإرهابيين ومساعدة قوات الأمن والجيش للذود عن الوطن. حبينا نحاول نساهموا بأي طريقة وبأي وسيلة تتاح لنا باش نحاول نقفوا اليد واحدة. رحيم زاد نرحم على شهداء الوطن اللي ضحوا من أجلنا باش نكونوا نحن في أمن وسلام، باش تكون البلاد هذه في أمن وسلام، نحن راهو مستعدين باش نضحوا.
هبة شعبية أشاد بها العالم مثمنا ما عكسته أحداث بن كردان من وحدة الشعب التونسي وتلاحمه حول قيادته وجيشه وقواته الأمنية، وإشادة شعبية وعالمية بأداء قوة الأمن التونسي والجيش في تعاملهم مع الهجوم الإرهابي وأحباطه، وتضامن واسع مع تونس وشعبها من كل أنحاء العالم، وتنديد شديد لما يحصل. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نأخذ تعليق من ضيوفي على العملية الأمنية الناجحة اللي حصلت في بن كردان. نبدأ مع أسامة صغير، حركة النهضة، تعليقك على ما حدث في بن كردان وعلى يعني تصدي قوات الأمن والجيش الوطني للإرهابيين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة وشكرا على القناة الوطنية والإذاعة الثانية، القناة الثانية. يعني لا شك أنه اكتشفنا بالعملية هذه قدرة الأمن والعسكر في أنه يتصدى لمخطط رهيب في تاريخ تونس، يمكن هذا أخطر مخطط واجهته تونس. وأثبت أيضا كيفاش الشعب هذا يعني أقل ما يقال عليه أنه فايق وعنده ثقة في نفسه. وقت الكرتوش يضرب وهو والأمن قاعد وراء الشجرة وقاعد يضرب في الإرهابيين والمواطنين واقفين وراه وقاعدين يوروا فيه وواقفين معاه والناس قاعدة يعني تتصل بالتليفون يعني فما ثقة في النفس. أثبت الشعب هذايا بكل مكوناته، ما فماش اليوم حتى حد خارج على السرب. كل الشعب هذايا أثبت مش فقط اللي هو ضد الإرهاب، لأنه يعني ممكن نكون كلنا ضد الإرهاب، لأنه الإرهاب هو دم، هو عنف، هو قتل، يعني عامة الشعب ضد الشيء هذا، ولكن اللي أقوى من الشيء هذا اللي نكتشفه كل مرة هو الثقة في النفس. هذا اللي طمننا. والأقوى من هذا هو أنه فما استراتيجية كانت عند الإرهابيين اللي هو استهداف اللي يسموه أسامة. يعني قبل ما نوصل الحديث زميلنا خميس بوبتان جاهز. إذا خميس مساء الخير، تطورات الأمنية هناك في بن كردان، إذا كان عندك تفاصيل تفضل خميس. لكل ضيوفك الكرام ولكل المشاهدين للقناة الوطنية الثانية. كما ذكرت طيب، عدنا للتو من منطقة حسي النور بمعتمدية بن كردان، أين تمت العملية الأمنية والعسكرية بنجاح منذ قليل بإلقاء القبض على عنصرين إرهابيين والقضاء على إرهابيين آخرين اليوم من قبل القوات الخاصة للحرس الوطني والجيش الوطني. هذه العملية انطلقت فجرا صباحا لما قدم عدد من أهالي منطقة حسي النور لوجود مجموعة من الإرهابيين في المنطقة. تم إبلاغ عنهم للقوات الأمن والجيش الوطنيين الذين تدخلوا بسرعة وأتوا إلى المكان الواقع وأجروا هذه العملية العسكرية والأمنية الناجحة. كذلك في التفاصيل الأمنية بتواصل العملية العسكرية والأمنية في الأطراف مدينة بن كردان. نتحدث عن منطقة جميلة أو الزكرة لما تمت إطلاق نار على دورية عسكرية كانت في الطريق ما بين راس الجدير ومعتمدية بن كردان، لكن كانت ردة الفعل قوية من قبل القوات الجيش الوطني، تم القضاء على إرهابي في هذه المنطقة، ولكن كذلك أصيب عون حرس برصاصة مرتدة وحالته مستقرة حاليا في المستشفى الجهوي ببن كردان. كذلك أصيبت امرأة في هذه العملية وهي من المدنيين وحالتها كذلك مستقرة. هذه بالنسبة للتفاصيل العمليات الأمنية، ولكن تواصلت عمليات التمشيط والمداهمات حتى بعد انطلاق عملية حظر التجوال منذ الساعة 7 من مساء هذا اليوم خلال مداهمة مجموعة من الأماكن التي تشتبه في وجود إرهابيين أو كذلك أسلحة في هذه المناطق في معتمدية بن كردان. هذا بالنسبة على الجانب الأمني في معتمدية بن كردان. ولكن طيب، ما ميز هذه العمليات العسكرية في يومها الرابع ويومها الثالث حتى يوم أمس هو انتقالها إلى الأطراف معتمدية بن كردان وكذلك إلى المناطق المجاورة المتاخمة لمعتمدية بن كردان، وخاصة من جهة تطاوين حيث تمت من قبل قوات الحرس والجيش الوطنيين في ولاية تطاوين من إلقاء القبض على عنصر إرهابي صنف بالخطير من ولاية بنزرت. تمكنت القوات فجر هذا اليوم من القبض عليها وهو دون
سلاح متنكر حقيقة، ولكن هذه خبرة وفطنة قوات الأمن والجيش الوطني تمكنت من القبض عليه في معتمدية السمار. هذه بالنسبة للعمليات الأمنية، ولكن في جانب آخر عادت الحياة بشكل تدريجي بنسق تدريجي في معتمدية بن قردان، حيث فتحت مجموعة من المحلات وانتظم السوق الأسبوعي العادي في هذه المعتمدية، لكن مع مواصلة الحذر. كذلك بالنسبة للمدارس الإعدادية والابتدائية وكل المؤسسات التربوية، طيب واصلت غلق أبوابها لليوم الرابع على التوالي، ولكن نقابة التعليم الأساسي ونقابات التعليم بشكل عام والاتحاد الجهوي المحلي عفوا بمعتمدية بن قردان قرر تعليق الدروس إلى ما بعد العطلة المدرسية ضمانا لسلامة الأسرة التربوية من تلاميذ وإطار تربوي، خاصة أن جهة بن قردان قدمت شهيد من الأسرة التربوية وهو الأستاذ الأسعد الجريء أصيل مدينة بن قردان. نعم شكرا. نتحدث عن الشأن التربوي، ما لاحظناه كذلك في المناطق المجاورة لمعتمدية بن قردان في ولاية تطاوين ومدين، وخاصة في معتمدية رمادة طيب الصباح هذا اليوم، خلال انطلاق مسيرات تلمذية تندد بالإرهاب وتساند القوات الأمنية والعسكرية في تصديها لهذه الظاهرة في معتمدية رمادة، بعد أن تم يوم أمس كذلك تنظيم مسيرة من قبل المجتمع المدني ومكونات المجتمع المدني في معتمدية رمادة والتحول إلى الثكنة العسكرية ومنطقة الحرس الوطني ومركز الشرطة في معتمدية رمادة للتعبير عن تضامن أهالي معتمدية رمادة مع الأمنيين والعسكريين في تصديهم لعملية الإرهاب الوافد على بلادنا. كذلك عديد المكونات الأخرى من سلك القضاء، الأسرة القضائية والمحامين في ولاية تطاوين اليوم وقفت وقفة احتجاجية وكذلك دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء. نعم شكرا لك على كل حال على كل هذه التفاصيل. مراسلنا خميس ببطان عود للأستوديو للتعليق على تطورات مع الأستاذ محمد عبو. استمعت أنه العملية اليوم يعني القضاء على الإرهابيين كان بمساعدة من المواطنين، دور كبير للمواطنين في هذه العملية، وأصبح المواطن واعي بواجبه يعني ودوره في معاضدة جهود المؤسسة الأمنية والعسكرية في التصدي للإرهاب. هو الحقيقة منذ سنوات معنا كان نشوف يحضر ساعات حتى في العمليات الأمنية اللي هي غالطة بالمناسبة تقاش في أوروبا. نعم. كل الناس ينبطحوا وناس يخافوا يسكروا بيبان الكل، من ناحية الأمنية غالطة خو ساعات يعرقلوا الأمر كي يدخلوا الكل، ولكن من ناحية الاتصالية مهمة ياسر باش تقول للناس يتخمم ربما يغدوا تحتلوا تحتلوا منطقة يضحك راهو بالنسبة لتونس، راهو الناس رافضينكم تماما وهذه مهمة برشا. تجي في مدينة كيما بن قردان ربما عنده تحليل معين تاع تهميش ولا غيره يقول لك تينضموا يسخلوا روحهم في الموصل، وهذا المستوى البسيط نتاع اللي بشوف. حبيت نقول لك سي محمد انه ثقافة المواطن التونسي كانت قبل ثم ما يعبروا عنه بين ظفرين بالوشاية بالقواد يقول لك قبل الثورة هذا قبل يعني حبيت نقول لك انه فما عقلية جديدة تغرست في المواطن التونسي انه واعي بانه هذا خطر كبير، ومساعدة للمؤسسة الأمنية والعسكرية ليس وشاية وإنما بالمعنى الإيجابي مساعدة هذه الجهود. شوف فما علاقة عدائية بين السلطة والمواطن، هذاك مشات على روحها من المفروض مشات على روحها قبل الثورة، وهذه مواضيع خطيرة جدا. بالمناسبة الإرهاب راهو دمر الاقتصاد التونسي اللي مازال ما في بالوش، عندنا برشا بطالة اليوم ربما يوصل عددهم عشرات الآلاف معناها دخلوا في القطاع الصحي كان مش أكثر معناها. ناس حق في روحها خاطر ما لقاتش خدم، هو المشروع نتاعهم الوحيد هذا من ناحية، من ناحية ثانية هما منهزمين أخلاقيا. من ناحية أخرى توا بداوا الناس كانوا يكتشفوا، كان لاحظنا حاجه في العمليه هذه معظمها الامن قاعد ينتصر، خاطر الحقيقه انهزمنا في بعض المواقع قبل تذكر هنشير التله وحاجه هذه تسيب مبيخ تطور الخبره الامنيه تطور الخبره راي بالحقيقه الحقيقه الله غالب زدت تتقال يموتوا فيها عباد وشهداء وربي صبر عائلاتهم الكل، لكن قاعد الجهاز الامني والعسكري قاعد يكتسب في خبرات ما كانتش عنده في عهد بن علي بالمناسبه اطلاقا تماما. ما يعرفش المعارك هذه اليوم قاعده تكون، الناس ولات تعمل رد فعل بشكل سريع جدا وما عادش المباغته تنجم تاثر فيهم، واكثر من ذلك ولات عمليه استباقيه اكثر يعني استباقيه ولا يحقوا في انتصارات، وربما المعلومات ارتفع زاد كي قول المواطنين هذيا حوله. حاجه واحده بالله فما سؤال بعد خمس سنوات وانا مصر باش نعديه، وقتاش وسائل الاعلام تبلغ رسائل للارهابيين؟ نحن نحكيو في بعضنا ساعات تقسيسين يتعاركوا الارهابيين ما يبلغوهمش رسائل، تو واضح كونه هما تو انا شفت بعض الفيديوهات وقالوا لي بعض عاون الحرس في الكل ينهاروا اللي يبحثوا فيهم الكل، فما شكون قال لي راهو ينهاروا فيسا. شفنا فيديوهات ينهاروا باهي الانهيار نفسه هذا ايش معناه؟ معناه هو يحمل عقيده في الداخل الظاهر كونه تهزه حتى ويضحي بحياته ولا يحب يضحي بحياته ولا شيء، عقليه بسيطه ياسر يتصور كونه بضغط على زينات او بتفجير الاخر الى اخره يمشي للجنه، وهو خطا كبير ياسر وهو تخلف كبير ياسر. سي محمد في هذا الاطار حتى المشكل مش انه الجنه، ثم اللي يقولوا انه برشا مرتزقه فيها يعني اصلا مش معناه انا نحب نقول لك حاجه، هو فما برشا شيء من غير ما نسميه بعض المناطق جابوا الناس بزوز فرنك
بطال لا يحمل لا قيم وطنيه ولا اخلاقيه ولا شيء، شروه هذه صارت. اما كي يدخل معاهم ويقف معاهم في سلات وكذا وكذا ويبدا يبرر لنفسه في مبررات دينيه، فطبعا فقائدهم كما لبسيت هذا اللي جاء لزوز فرانك مع العلم كانوا جزء كبير منهم راهو تجار مخدرات سابقين، انا ديما نذكر فيها الحقيقه حتى قبل الثوره، اما خاصه بعد الثوره ناس ياسر منهم كثير من المنحرفين فكرتك توبه ولا فكره فلوس، خاطر زاد فيها كثير من الفلوس فيها كثير من المال، الناس تمشي تلتحق بداعش في ليبيا ولا حتى في الحياه الشعبيه، فما ناس تحكي على بنيات تبنات ونشرت كمين الى اخره، فما فلوس راهو نرجع للموضوع هذا. اما خليني نقول لك شو الرساله، الرساله اللي ما تقلتش والحقيقه راهو في قانون 2003 فما بال قانون جديد يقول الناس اللي يسلموا رواحهم ويعطيوا معلومات للامن تمكن من القاء القبض على المجرمين وعلى منع ارتكاب جرائم اخرى راهو نجم يقع فيهم العقاب، طبعا اذا مروش القتل اللي يخفى وقت يتشد ويعطي معلومات الامن نجم يهبط له العقاب للنصف. وقتاش وسائل الاعلام تولي تبلغهم الرسائل هذه؟ هما حاليا اليوم تحس حاله نتاع انهيار معنويات. خلينا نمشيو لقدام، تفضلوا سلم روحكم للامن. على الاقل امك تجي تزورك في السجن، على الاقل بوك يجي يزورك في السجن. نحب نعلمهم بحاجه، كانوا فما واحد قال لولده ما تهتوليش يهزوا تفنوه انتوما، واخي بحاجه ذي بالمناسبة. يعني تعتقد سي محمد انه يقدم على قتل ابرياء يعني وقوات امن وجيش وحتى مواطنين عاديين مدنيين يعني هو يعني عنده العقيده والفكر باش يسلم روحه ولا يتعاون مع قوات لا الأمن. والله فما اللي يسلم روحهم رد بالك، رد بالك تقول فما شكون يسلم روحهم راهو ما نعرفش كان يسلم روحهم كي ينهاروا، فما اللي يسلم روحهم كيما في تونس كيما في الجزائر، وفما ناس قاعد تسلم في روحها باش يكونوا واضحين. فما حالات كانوا فما حالات يسلموا في روحهم في كل مكان، خاصة سي طيب هم يتبعوا في وسائل الاعلام ويعرفوا كانوا محاصرين ساعه في العراق وفي سوريا محاصرين، ويبدو المجتمع الدولي ماشي في اتجاه القضاء عليهم، في ليبيا كيف كيف، في تونس ما عندهمش حتى فضاء ينجموا يتلموا فيه، موضوع الموصل هذاك مشاكل اخرى نتاع شيعه وسنه وكذا، الاشكاليات هذه مش موجوده في تونس، فبالتالي هما خاسرين 100%، اخلاقيا خاسرين، عائلتهم تتبرى منهم، المجتمع كارههم، في نهايه الامر الاسلم بالنسبه يعني اللي غروا به ولا لزوز فرانك ولا العقيده ولا غيرها مشى لهم، الاسلم كانوا يتقدم يسلم نفسه نقطه نحب ربما نوصلوها للمواطنين يعني ولكل المهتمين انه تونس حتى جغرافيا ماهيش كي الموصل ماهيش كي سوريا يعني طبعا. مش يعني اللي اخترقوا الدول هذه مش سهل باش يخترقوا تونس لانه حتى جغرافيا مش مواتي لها هما حتى تركيب حتى تركيب المجتمع التونسي في العراق في الموصل راهو جاي يسلم سلاح وربي الاخير مش الوضع نتاع الجيش التونسي ما يسلموش لا بوليسيه يسلموا ولا جاي يسلم تيوم مواطنين ما يسلموش مواطن واقف لك وراء عوان امن معناه معرض روحه للرصاص باش تحارب ناس كيما هذوما هذه حاجه حبيت نقول لك ان شاء الله كل ما جينا في ورص نبلغوا رسائل خير مناكفات سياسيه الاخير رسائل للناس هذوما تخلفوا الالام على غيركم والسجن اهول لكم معناها من الشيء اللي تعملوا فيه واللي في نهايه الامر باش يقروا روحهم كان في جهنم خاطر تفكيرهم البسيط الله غالب هو اللي وصلهم لهذا. زيد انت كعلامي كيفاش واكبت العمليه هذه من يعني خلينا في رده الفعل الشعبيه وايضا نجاح قوات الامن والجيش في القضاء واستباق حتى حصول يعني ربما لا قدر الله الناس قالت ربما كارثه كانت نجم تصير لولا التدخل الناجع لقوات الامن والجيش الوطني. هو اكيد راهو تقريبا اللي صار يوم الاثنين راهو اكبر تقريبا مخطط ارهابي في تاريخ تونس. يعني نفس السيناريو التقريبي اللي صار في الموصل والرقة مع اختلاف الجغرافي واختلاف التركيبة المجتمعية لتونس. تعرف يعني من أولى التسريبات اللي صارت حتى رئيس الحكومة صرح كونه الإرهابيين يحبوا يعملوا إمارة مستغلين هشاشة الوضع مستغلين ممكن نوعا ما الغش على نتاع التونسي على 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 الدولة اللي مقصرة معاه ممكن تقريبا منذ سنين. هذا ما صارش، هذا تقريبا راهو وقت الخمسين او اكثر من سبعين معناتها مدجين بسلاح مترنين في صبراطة في مشون كان في سوريا هذوما راهم قيادات كبرى في داعش. داعش معناتها ما يسمى يعني في شمال افريقيا ما همش خصيصين معناتها هذوما راهم مدربين بالقداع سلاح هذوما راهم فيهم حسب معناتها المعطيات الاولى ما يسمى كتيبه البتار والبيتار هذه اللي كانت معناتها اعمال داعش كلها قذره لكن هذه كانت تعطوها اقذر اعمال داعش اشد انواع القذارة اللي صار كون رده فعل عسكريه سورتيرا معناتها شيء مفرح جدا. انا ممكن اشتغلت مع وسيله تعلم الدوليه وكانوا منبهرين نوعا ما يعني فيهم صحفيين مراسلي حروب اشتغلت معهم على الموضوع هذا مده النهارين هذوما كانوا تقريبا مش فاهمين سيناريو الرقه وسيناريو الموصل خاصه فيهم صحفيين غطى في المنطقتين خاصه في العراق فكان مش فاهم انه يعرف تونس جيشنا ما هوش يعني عتاد ما عندناش حاجات كبير مقارنة بالجيوش العربية أمنا ما عندوش مثلا سلاح كبير مازال نستعمله في الشطايق مثلا سلاح من السبعينات لكن الثابت والأكيد موجودة عقيدة شعبية موجودة عقيدة تم بقيم الجمهورية وتم يعني بحماية البلاد شوفنا حتى الصور يعني اللي شوف صور يعني تفرح حتى أشد بها العالم يعني حتى الشارع راهو تنفس الشارع تنفس المواطنين راهو هبة شعبية ما صارتش خلاص
يعني كما قال سي محمد كما تشوف وراء ثم بعض العوان يحكونا في نكت وهذاك زياده اللي نقدروا بها معناتها يستغلوا غضب العباد على الدوله على سي الدوله ما نجحوش لانه هذا هو التونسي هذا التونسي اللي سب تونس لكن يغير عليه هذا التونسي اللي متقلق ومتخشع على الدوله لكن ما يخليهاش هذا التونسي اللي راهو في يوم ما معناتها بعد 14 جانفي بعد ثورة راهو خرج ينظف الشوارع. صحيح عندنا برشا ديفوات كما المجتمعات الاخرى لكن عندنا خاصيه خليه من الاخر نحب نقول خلوه التونسي يتمتع بخصائصه بخصائله. لا سون سو بيبل اون بروفيتي دو سي كاليتي في الاخر. خلينا نخرجوا الباهي اللي فينا. قاعدين نخرجوا في الباهي اللي فينا تو. قاعدين تعرف عباد تبرعت بالدم، عباد اليوم راهم زملاء صحفيين تبرعوا بشهريتهم. يعني خدمة متاع شركات بترولية تبرعوا بيوم عمل لصالح المؤسسة العسكرية والأمنية يعني خدمة متاع بنك يعني موظفي بنوك تبرعوا بيوم عمل للدعم المؤسسة الأمنية والعسكرية ولايات تبرعت بالدماء يعني ولايات تبرعت يعني. بالدماء ثم مد تضامني كبير لكن هذا يرى ما يحشبش نوع من الحقيقة كونه عندنا تقصير استخباراتي هذا ينتج ممكن لحل أمن الدولة في يوم ما أو ما عرفناش نتصرفوا خيارات أخرى ممكن التاريخ يحكم عليه لكن في الفتره الاخيره حسب يعني رجعنا الثابت والاكيد كانت استعلاميه اكيد الثابت والاكيد راهو ناخذوا على ارض الواقع يعني الحمد لله زياد هو امني سي مراد بن عثمان يعطينا اكثر ممكن التفاصيل الامنيه يعني كيفاش شفت تعامل القوات الامن والجيش مع العمليه الاخيره يعني هل في نجاح انت كامني والا ربما كان يكون مخير معناتها في ظل الامكانيات الموجوده بسم الله الرحمن الرحيم اولا نترحم على الشهداء الأمنيين والعسكريين والديوانة والشرطة والمواطنين بدرجة أولى واليوم استشهدت طفلة دونك نحيي معناها الأهالي التوانسة ما نقولش بنقردان نقول تونس هذوكم التوانسة على خاطر اللي صار في بنقردان كان ينجم يصير في أي نقطة في التراب التونسي صحيح. ولو رأوا الرياكسيون بتاع التوانسة كانت تنجم تكون كما في بنقردان بالضبط تحية كبيرة لهم تحية الأهالي الشهداء تحية للنساء اللي زغرتت اللي شيعت أبنائها معناها بالزغاريت تحية كبيرة برشا لقواتنا الباسلة كيف شفت عملها قواتنا الباسلة؟ بالنسبة للقوات الباسلة متاعنا نحن التعاطي الأمني كان ناجح نجاح باهر وهذا الاعترافات متاعنا على خاطر نحن نغزروا من الداخل النجاح متاعنا نغزروا له من الداخل لكن كي جيوا نشوفوا معناها البلدان اللي أشادت بالنجاح الأمني الكبير اللي صار في تونس ونجاح باهر برشا راهو اللي صار ماهوش شوي دونك اللي صار راهو محاولة غزو راهو ماهيش إرهابيين قاعدة تضرب لمجرد الضرب ولا لعمليات إرهابية معينة راهو أخطر من هكا برشا نجاح كبير برشا الوقت كريتيك برشا 5:45 متاع الصباح معناها نعرفوه نحن 5:45 متاع الصباح راهو وقت قتل لكن كان التصدي الأمني متاع قواتنا الأمنية من جميع معناها الأسلاك متاعها والعسكرية كان تصدي كبير برشا وهذا ينم على الجاهزية متاع قواتنا الأمنية والعسكرية المجلس الأمن الدولي أشاد بالنجاح الكبير والنجاح الباهر هاي اللي هو نجاح المواطنين اللي العبيد ما كانش تتصور لكن نحن كنا نتصوروه نحن كتوانسة كنا نتصوروه وهذا تاج يرفع فوق رؤوس التوانسة الكل فما نقطة صغيرة حبيت نعرج عليها مانيش موافق سي محمد في حاجة صغيرة برك بالنسبة للخبرة الأمنية نحن راهو تدربنا في الثمانينات وفي التسعينات دونك هذه العصارة دونك دخلنا في الخبرة بعد الثورة وقت اللي واجهنا الإرهاب لكن المدربين متاعنا وأنا والله بنحب نقول كلمة فما مرحوم الرائد عبد الحكيم عبد السلام كان يدرب فينا في بير بوركبة يقول لنا كي نضرب إيدي ويشرشر الدم يكتب وطنية في القاعة ما كناش فاهمين هالحكاية هذه لكن اليوم فهمناها نحن شبعنا بالوطنية دونك وقت اللي تونس كانت مستحقة لنا لا هذا مش شك فيه لا ما فهمتنيش مراجع. أنا جوست بور فير أباريتر كونوا التدريبات اللي عملناها من الثمانينات ومن التسعينات نحن نشكر الناس اللي قرّاونا واللي دربونا واللي خلينا في الجاهزية هذه بالنسبة لتونس العمليات الحقيقية بركة تقول هي حقيقية معناها نحكي على الحقيقية لقينا رواحنا وقت اللي جات عمليات حقيقية لقينا معناها الناس جاهزين إذا كان نحبوا نحسبوا الناس اللي دخلوا من بعد الثورة توا ما يجيوش حتى 10% من معناها من التعداد الأمني هذا باب ونغلقوه ثانيا بالنسبة للتعاطي نتاعنا كان تعاطي إيجابي جدا الله غالب ما فماش نجاحات من غير خسائر نحن الخسائر متاعنا المرة هذه كانت أقل لكن إذا كان نشوفه من ناحية الإيجابية رانا قتلنا أكثر من 40 إرهابي 46 رهو ماهوش بالسهل في الظروف هذيك
وفي الامكانيات اللي عندنا، لكن عندنا اقوى من الامكانيات، عندنا العزيمه، عندنا حب الوطن، عندنا حب تونس. تونس راه ما نخليوهاش. وقت اللي جاء الامتحان الحقيقي تونس لقات الرجال نتاعها والنساء نتاعها. انت امني من خلال اتصالك يعني ربما زملائك وحتى انت قريب من المعلومه الامنيه، العمليه هذه في بكردان مازالت متواصله في انتظارنا، مش ناخذوا بعد شويه ما سي ياسر الصباح نطق باسم وزاره الداخليه لي يعني معلومات رسميه، ولكن من وجهه نظر امني المعلومه متواصله، وهل مازال في خطوره من انه الاجواء رجعت عاديه؟ الخطوره ما نتصورش، معناها سهل برشا الجواب، ما نتصورش كونه باش يصير اللي صار كما تو. دونك الجاهزية أقوى، التواجد الأمني أقوى، وراو بالنسبة لعملية بن قردان راو استخباراتين راهي ماهيش فاشلة، راهو ناجحة، كان جات فاشلة، راهو ما كانش النجاح الكبير هذايا، راهو وما نقارنوش رواحنا لا بالموصل لا بالعراق لا بسوريا. نحن معناتها التونسي راهو عنده كاركتيريستيك بيان ديترميني في التونسي، عنده ذكاء، عنده الفتنة، عنده برشا حاجات ما يكتسبوهاش ناس أخرى. حتى في جميع المجالات، راه مش في الامن برك، في جميع المجالات تونس راه حتى نحكيه، وحتى في الانتقال الديمقراطي تونس نجحت بحوار بذكاء، معناها بحاجات ما يعرفوهاش الناس الاخرين. نحن كل نحن كامنيين نجحنا، والمواطن التونسي الف تحيه للمواطن التونسي على خاطر هو كان السند الاول للمعلومه نتاعنا، وهذايا معناها كلمه حق تتقال في في في, في اهل التوانسه الكل اون بارتيكولي جماعه بن قردان. نعم سي محمد، يعني من خلال العمليه هذه وحتى عمليات سابقه مماثله، شفنا انه المواطن التونسي بدات ترجع ثقته في المؤسسات نتاع الدوله نتاعو، يعني بالاخص المؤسسه الامنيه، لانه كان كما قلنا احنا قبل الثوره كانت علاقه عداوه بين ظفرين بين المؤسسات الامنيه والمواطن. يعني العمليات هذه قاعده ترجع في 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 دور الامني، يعني يقربوا من المواطن، وهذاك علاش وصلت المعلومه للامن. لا طبعا هذا هو قلت لك مساله ايجابيه مش مربوطه فقط ببن قردان، طبعا تحيه احترام وتقدير بن قردان رغم سامحني صارت اللي صار في بن قردان ربما صار في بلايص اخرى. الخصوصيه نتاعها عدد كبير من المواطنين في وسط الامنيين بشكل هو قلت لك راهو يتفرجوا فيها ناس اخرين ياخذوا بهتين ما تصيرش معنا. معناها ناس ملقيه زهورات الكرتوش وغالطين امنيين، لكن المهم الرساله اللي بلغوها رانا نحميه في الامن نتاعنا، رغم هي المفروض هو يحميهم، راهو هو المفروض يحميهم ولو هم يحميوا فيه. وهذه رسالة مهمة، خاطر علاش قلت لك الآخرين باش يراهنوا على العدد اللي الغزو، طبعا في تونس قلنا غير ممكن خاطر مش واقع نتاع دولة متفكة، فما دولة فما أجهزة والكل، وما نجمو كان يلعبوا بالخلايا معناها النايمة، ما عندهمش إمكانية نتاع هجوم معناها علني اللي هو تعرف مع الجيش ما نجموش يعدوا. في الفكرة هذه بيدنا محمد يعني قناة سكاي البريطانية هبطت معلومات مسربة من فرد انشق عن تنظيم داعش الإرهابي، يعني عدد التوانسة هو التونسي الأولى المصدرة لهذا التنظيم. لكن 3500 نحن العدد اللي نسمع فيه قبل هو ديما 6000 الكل، طبعا مو في الحدر واكل الرقم الجديد 3000 وبعد العربيه السعوديه 2500، يعني تونس اكثر مصدر لهذه العناصر. اللي عنده تفسير بعض المحللين والخبراء امنيين بالاساس لانه هم اكثر اتصال بالميدان، فسر لك هذا دليل على انه ما عندهمش مساحه في تونس، هذوم هاربين من تونس، هاربين من الامن والعسكر نتاعنا، ما عندهمش اراضي يتحكموا فيها، ومستحيل في تونس يكون عندهم اراضي يتحكموا فيها. هذا تفسير من التفاسير، هذا تفسير من التفاسير، وهذاك علاش تلقاهم يهربوا للسعوديه للعراق، يهربوا ليبيا، البؤر التوتر وين يتدربوا يتسلحوا كذا. لكن انا حبيت نقول وانا ايضا كيفاش انه قواتنا الامنيه بعد بارد وبعد سوسه، للاسف بعض الاطراف شكت في قدرتها، ولكن هذاك كان الغدر وقت يجيك زوز من الناس يدخلوا المتحف، يعني يتنجم تصير في اي بلاصه، ولكن اليوم العمليه هي صارت في فرنسا وغيرها. يعني اليوم المؤسسه العسكريه اليوم والمؤسسه الامنيه والديوان اثبتوا كيفاش يعني قادرين، راهو الهجمه هذه يقال من انا ما عنديش، لكن من اللي نسمعوا منه اخبار انه عندهم مده طويله قاعدين يحضروا له. وصلت الضربه الامريكيه في صبرات عندها علاقه وثيقه بالشيء هذا، وانهم هم يستهدفوا الثكنه نتاع الحرس والمستشفى، يعني فما عندهم في حيويلتهم اماكن حيويه قضيه، وكميه السلاح في وقت الامن نتاعنا والعسكر نتاعنا ينجم يجاوب بالشكل هذا، وقت التونسي توا فما عمليه اصطياد للارهابيين، هذو توا الامن نتاعنا والعسكر نتاعنا قاعد يصطاد في الارهابيين. التونسي وصل حتى في نوع من الذكاء في التعامل مع هذه برشا، مو الدنيا محلوله في الصحراء في القرى نتاع بلادنا في المنطقه هذيك، يجوه
قالوا نحبوا نرزقوا، يقولوا مرحبا بكم في بالنا نستنوا فيكم ودولة داعش وكذا، قولوا استنانا هنا ويمشي ديركتي على يعني يعلم وحدات مكافحة الإرهاب. فذلك التونسي بيدو التطور، فما استراتيجية كانت عند الإرهابيين هذه وكان استراتيجية خطيرة وخطيرة جدا سقطت، اللي هو الفصل الفصل بين اللي هم يسموا طواغيت والشعب، قاعدين يستهدفوا كان في الأمنيين والعسكريين وما يحبوش يستهدفوا الشعب، ويقول الله أكبر والكلام الفارغ هذا. الله أكبر الشعب كله يقول فيها، بالعسكر بالمواطن بالأمني، واليوم الدم هذا امتزج. فدليل آخر على أنه استراتيجية هذه الفاشلة تاع الإرهابيين هذوما ما عندها وين تمشي. الشعب هذا كله موحد وما عنده إلا أنه يبقى موحد، والإرهاب في تونس ما عنده وين يمشي. تمشي تعقيب سي محمد عبو في الإطار هذا قصينا عليك. لا في الإطار هذا فقط حبيت نقول لك راهو الناس كل تخوض معارك وعندها عقيدة معينة وعندها حلم زاد معين. زاد الناس كي تمشي تموت من أجل قضية معينة عنده حلم معين زاد يوم البيت. طبعا الوطن حاجة مهمة ياسر. الوطن في الثمانينات موش الوطن تو. الوطن عام 80 وقت دخلوا القفصة سمعناش فما مواطنين لا جاو معاه لا جاو ضد. طبعا اللي عملوا العملية هم جايين من ليبيا أساسا، جايين من ليبيا هذه الفكرة الأساسية. على كل حال هم كانوا يدربوا في ليبيا، يراهنوا على كونه السكان قفص باش ينضموا لهم، ما انضموا لهمش، لكن ما انضموش الأمن زاد قاعدوا يتفرجوا الناس راه، وعددهم 40 بالمناسبة أقل من اللي دخلوا البنكردان. ونحب نعلمك بحاجة، راه قاعدوا أيامات يتعاركوا معاهم حتى الجيش هبط وهبطوا لهم الطلائع وكل شيء وخذت برشا وقت. شو الفرق بين 80 وبين 2016؟ نحب نقول حاجة، راه عندنا حلم كبير قطع نظرا على كونه تشوه مدة معينة في العركات تاع السياسيين، قطع نظر على كونه وضعنا ما تحسنش اقتصاديا واجتماعيا، انا جايينها. اما خمس سنوات راهو لبناء ديمقراطيه على الاقل واحد يعتز كونه بلاده. مشكله اقتصاديه واجتماعيه انا جايينها، فماش ديمقراطيه في العالم فيها فقر. الديمقراطيه الوحيده اللي فيها فقر طبعا الهند عندها وضع خاص، وتونس خطر في بدايتها. في الاخر باش تكون دوله ثريه في وقت من الاوقات المتقدمه الى اخره. خلي الحلم عندنا هذا مهم، خاطر كلمه وطن وحده ما يكفيش، خاطر فما ناس عايشه اوطانها تعاش تحيه الكل، الناس كل عندها وطن. لكن مش الناس كلهم، انا ماذا بيا كون التوانسه يتعلموا يؤمنوا اكثر من سكان العالم الكل كونوا فما وطن وفما حلم كبير اسمه ديمقراطيه تونسيه. في الاطار هذا اكيد كل مشكله عندها اسبابها، يعني طبعا عندها مسبباتها المباشره غير مباشره. هل ترى ثم مسؤوليه سياسيه يعني منذ الثوره الى الان ادت الى انتشار الحقيقه يعني بؤر التوتر في الجبال، يعني من بين ان ولاوا اصلا يجتاحوا يعني المدن ويحبوا يسيطروا على هذا هو الموضوع الحساس تاع الامات. واليوم الفتوى حسيت ارقى شويه من العركات اللي شفناها في بعض البلاتون بين حتى حضرت انا في مناسبه معين، مش تسجيل المواقف على حتى حد. ما طبعا السياسات في الخمس سنوات كانت غلط فيما يخص مقاومه الارهاب، لازم نكونوا واضحين. اول حاجه كي تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولو قلت لك راه هو عادي في العالم كل الخمس سنوات بعد الثوره، اما تمنينا يكون احسن الوضع، اقل انخراط في الارهاب، خاطر برشا اسباب هي من بينها الفقر، ودليل قادرين باش يشريوا عباد ويهزوهم معهم. هذه حاجه. حاجه ثانيه فيما يخص التسيب، طبعا صار تسيب تيل سنه 2011، صار تسيب حتى الاعتداء على السفاره الامريكيه كان فما تسيب الحقيقه، حتى كان برشا بعض العمليات صارت ضد معناها الارهابيين او ضد السلفيه الجهاديه، وصارت هي الحقيقه كما منوب بعده ولا عمليات اخرى صارت حتى في السلاح والكل. ولكن يعني كان في تغيرت السياسه، حاب تقول في كان في نوع من التساهل، يعني مش تساهل حتى مقصوده، ولكن نحكي على الاكسيزم ونحكي على ناس ما خذتش القرارات المناسبه في الوقت المناسب، ونحكي على عدم مراقبه حركه الاموال، هذه زاده مسؤوليه تاريخيه قدم ربي وعباده، عدم مراقبه الاموال هاي النتيجه نتاعها. هذا في اي فتره؟ في الفتره كل حتى وبالمناسبه تو شو اللي تغير بلي انت حليت ملفس هذه مهم برشا. شو اللي تغير تو؟ كانوا ولاو يتبعوا في بعض الجمعيات، بون ظلموا بعضهم بتاتر ما نعرفش قدامهم القضاء، اما هكا ولاو يتبعوا شويه في الجمعيات، لكن هذا ما يكفيش. تعرف اليوم مثلا عندي شي 17 ولا 18000 جمعيه في تونس، فما 13000 اخر معلومه عندي منذ شهرين ثلاثه، 13000 الوحده نتاع متابعه الجمعيات والاحزاب، 13 موظف سامح لي فما فقط. كيفاش ناوي انت باش تتبعهم هذوما؟ ساعه هذوما يلزمهم اداره كبيره وبنايه كبيره وناس تتبع الى اخره، البنك المركزي لازم يقوم بدوره مش قايم بدوره بالشكل المناسب. وحده او الوحده اللي تتابع معناها التحليل المالي الى اخره اللي لازم يقع عليها، مش الناس كل قاعده تعلم وهي بيدها مش قايمه بدورها، ربما ما عندهاش كنيات بشريه ولا متعاونش معها مختلف الادارات. مراقبه حركه الاموال تحل لنا ساعه بالمناسبه مشاكل اخرى تتعلق بالديمقراطيه وبشراء الاصوات وذمم الكل، وتحل لنا مشكله الارهاب، خاطر الفلوس كي تسيبهم يا تنجم تكون عند سياسي حاجته بها لاسباب سياسيه، يا تكون عند الارهابي. هذه الكل حقيقة صارت طيلة الخمس سنوات، مش زيد وعمر ونقعد نحن في مسؤولية زيد وعمر، رغم اللي هو كان لزم فقط للتذكير. علاش باش نبداو مرحلة جديدة؟ اي هاكم شفتوا وين الفلوس وين وصلت، لازم يعرف النفوس. سي محمد اكيد هذا يزمو حوار كبير طبعا. الحقيقة على المسؤوليات ويعني تناقشوا وتتحدد المسؤوليات، لكن خلينا اليوم الحقيقة نحتفيوا بقواتنا الأمنية والعسكرية، نمر هذا العنصر المسجل اللي أعلنت عنه منذ البداية الحقيقة جاهز الآن، تحية لقوات الأمن والجيش بعد هذه العمليات الناجحة في بنكردان.
العالم وقف منبهرا بمدى جاهزية الجيش التونسي وقوات الأمن التونسية على إثر عملية بن قردين الأخيرة، وتتالت الإشادات من شتى الدول العربية والغربية معلقين أن تونس بفضل أبنائها لا تحتاج إلى قوات أجنبية لمحاربة الإرهاب، كما جعلوا من الملحمة التونسية نموذجا يحتذى به، حيث امتزج الشعب بالقوات الحاملة للسلاح، كما بدأ تصنيف الجيش التونسي ضمن أقوى جيوش رغم قلة الإمكانيات اللوجستية. الجيش الوطني التونسي أو القوات المسلحة التونسية أو الجيش التونسي هو القوات المسلحة الرسمية في تونس، أسس في 30 جوان 1956. يشارك الجيش التونسي في عدة عمليات مدنية وعسكرية وطنيا ودوليا، مثل مقاومة الكوارث الطبيعية والقيام بعمليات عسكرية، إلى جانب المشاركة في عمليات حفظ السلام وعادة تحت غطاء الأمم المتحدة. شارك الجيش التونسي في معركة جلاء سنة 1961 ضد الجيش الفرنسي، والتي انتهت بإجلاء الاحتلال الفرنسي من مدينة بنزرت الاستراتيجية، كما شارك في حرب أكتوبر سنة 1973 بين مصر وإسرائيل بكتيبة تمكنت من حصار القوات الصهيونية بقيادة أريال شارون وإيقاف تقدمه. شارك الجيش التونسي بصفحة محدودة في مجريات حرب الثورة الليبية في أبريل سنة 2011 على جانبها في مدينة الذهيبة، عندما قامت تشكيلات الجيش التونسي من الاشتباك مع كتائب القذافي التي توغلت داخل التراب التونسي، وقامت بتدمير مركباتها واعتقال عناصرها وطردها. كما قام الجيش التونسي بوضع كافة التدابير العسكرية لحماية الحدود التونسية الليبية والرد على كافة التهديدات بالصرامة اللازمة. كما يشارك الجيش التونسي بكافة اختصاصاته وفروعه في الحرب على الإرهاب عبر مواجهة ودحر المجموعات الإرهابية المتسللة من القطر الجزائري منذ بداية الثورة التونسية سنة 2011، والتمركز خاصة بمرتفعات ولاية القصرين والكاف وجندوب الحدودية وعلى الحدود التونسية الليبية بمنطقة بن قردين والذهيبة. ملحمة جديدة ينحتها الجيش والأمن الوطنيين في مقاومة الإرهاب على حدودنا، ودرس تاريخي يخطه الشعب التونسي في دحر الإرهاب والحفاظ على وحدة الوطن. مرحبا بكم من جديد. إذن هذا احتفاء بسيط بالقوات الأمنية والعسكرية، كل القوات التي تدافع عن تونس، وقت احنا موجودين توا في البلاتو، ناس موجودة في الحدود التونسية في كل مكان تدافع علينا من أجل سلامتنا، من أجل راحتنا، من أجل أمننا أيضا. زياد، كيف شفت دور الجيش 5 سنين بعد الثورة؟ يعني ما كناش نسمع بالمؤسسة العسكرية قبل الثورة، الآن دوره أصبح فاعل في مواجهة، هو كان في الصفوف الأمامية في مواجهة الإرهاب. أكيد هو نرجع بيك، ممكن التقرير الأخير للفورم بوليسي تاو خرج، ممكن تقريبا 3 أيام التالي، وقت اللي قارن ممكن الجيش التونسي بالجيوش العربية الأخرى، وقت بين العالمين تقرأ في هذا التقرير كونه راهو الجيش التونسي تقوى، لكن لا خوف على تونس من انقلاب عسكري. يعني شوف الجيوش العسكرية الكل تقريبا تحكم في دول النامية، تقريبا هذه تقريبا الكل تحكم الجيش. نقبل ممكن ثم عقيدة جمهورية، مش باش نرجع أحداث الثورة فقط، ترجع حتى قبل كنا نذكر الجيش في الفيضانات، في بناء الكياسات، في القناطر، في 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 زرعان المخل في الجريد في الزيتون، يعني ثم نوع كان دور ممكن اجتماعي ودور عسكري نوعا ما. لكن بعد الثورة تقريبا شفنا الأحداث فرضت نفسها، كونه الجيش استهدف في برشا مرات وتوجعنا في برشا مرات في جبل الشعبي. اليوم قينا درس حاب نرجع بيك، راهو الوحدات المختصة في تونس ديما حاضرة، حتى في اللي كومبا ديريكت ديما تربح. اللي صار في بن قردين راهو جنود عاديين وحرس عاديين، وهمش نخبة مثل النخبة، وشوف اش عملوا، وما بالك بنخبتنا اش نجم تعمل. تعال على الجيش، حتى المؤسسة الأمنية طورت، تنحت على المؤسسة الأمنية مسكرة، معاش وزارة الداخلية مسكرة كيما قبل، ما زالت برشا نقائص ممكن نحكيوها على مستوى احترام القوانين ولا حاجة، لكن خركزوا على النقطة الإيجابية. مؤسسة أمنية تصلحت علاقتها مع المواطن، تصلحت أكثر، ما عادش كما قلنا القطيعة ولا التعاون أكثر، يعني رجعت ثم تعافي متاع مؤسسة أمنية ومؤسسة معناتها المؤسسة العسكرية أيضا، ثم حتى على مستوى سلاح طورنا شوية. تعرف راهو في بيجي متاع 2014-2015 ثم زيادة كبيرة تقريبا ما لا يقل عن 500 مليون دينار، يعني 500 مليون دينار كي تقارنها بال حتى الاخرى الانتدابات ايضا، ابار الانتدابات ابار هذا الكل، حتى كي تقارنها 500 مليون دينار ما تجيب شيء في سوق السلاح.
يعني تعرف ميزانيتنا راهي كانت لا نحكي لك باش تشوف راهي القوه مش في السلاح باش نرجع تقارير القوه راهي مش في السلاح. نجم في الموصل راهو صارفين عليه جيش العراقي 25 مليار دولار يعني تقريبا مرتين قد ميزانيه تونس تاع 2016 اللي هي اكثر ميزانيه في تاريخ تونس. ميزانيه كامله مش نتاع 35 الف شدوا في الموصل وراهو دخلوا على الموصل راهو 750 داعشي فقط 50 عملوا عمليات انتحاريه في ظرف تقريبا ساعتين 30 الف جندي خرج. ربما تختلف العقيده نتاع الجيش. علاش حكيت لك قوه في العقيده وهذا اللي يطمن اكثر وهذا اللي خلى التونسي يرولاكسي يعني هذوما وخلينا فرحانين وشيخين وخلينا نرجع معناتها المورال مهزوز ثقه في البلاد صحيح في ترجع البلاد. ثقه في المؤسسات ترجع ثقه في البلاد فقط توا لازم احنا نشوف باش نعطوا لتونس توا لازم ثقافه العمل ترجع لازم مؤسسه الدوله ايضا تحمل مسؤوليتها ممكن نستغل حضور ممكن نفس الشباب في البرلمان وايضا في حزب الحكم في البرلمان لازم يكون نفس شديد اكثر لازم ممكن حتى انيسياتيف انوفونت راهو باهي البرلمان كسلطه اولى في البلاد كي تحضر في ديزيكزارسيس كون البرلمان يسالوا في اعضاء الحكومه تعمل كيف تفرهد اما لكن هذا لا يكفي دوركم الرقابي لا يكفي لازم تاخذوا انيسياتيف اكثر على المستوى التشريعي ممكن على سي محمد ككاسكيت مناضل كاسكيت سياسي اكثر نحاول نعمل توافقات سياسيه اكثر في وقت وقت الازمات الوحده تتالف دورنا احنا كصحفيين نحاولوا اكثر ممكن نخدموا اكثر بالرغم جهد الامن اللي نحكيوا عليه من بعد نحكيوا على راهو تونس اذا كل واحد نظف قدام الدار نتاعو نمشي لهنا للمراد كل واحد يعطي جهد يعني تونس راهي اللي تقدم ثم فقر صحيح ثم 15% نسبه بطاله ثم جهات مهمشه ثم راهو نسبه كبيره من يعني ميزيريا ثم ناس ما تلقى ما تاكل لكن مع هذا الكل كي تمشي يقول لك الحمد لله راني نحب تونس تشوف برامج تشوف بنيه صغيره ما دخلتش خلاص المكتب قصت قريت على خاطر ما عندهاش فلوس باش تقرا كنت تشوف ما عندهمش تلفزه ما عندهمش سقف يغطوا به ديارهم كيسالها المنشط يقول لها اش تعني لك تونس تقول لك امي وطني هذيك كي تشوف تلميذ عمره 7 سنين يقول لك راهي تونس لوحتني ما لوحاش لخاطر امي وخاطر وطني كي تشوف معناتها كل الفنانين ايضا شفنا زاد معلمات ومعلمين يعني يحيوا في العالم نجموا ويغنيوا في اناشيد وطنيه بالضبط معناتها نجموا نقدموا هذا مهم راهو عندنا فرصه باش نقدموا هذا منظومه كامله ربما انه تعلم من النشا انه على حب البلاد وهذا تقريبا قاعدين نشوفوا فيه من خلال تعامل المواطنين مع زياد فقط نقعد في الجانب الامني بعد باش نحكيوا على دور قلت لك الاحزاب والمنظمات مانيش خبير امني هكا علاش ديما نحاول مراد بن عثمان المحللين يقولوا انه الاداء الامني والعسكري تحسن منذ احداث خليه التنسيق بين المؤسسه الامنيه والعسكريه ولات المعلومه تمر يعني بين زوج مؤسسات ولات التكامل في 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 المعلومه اصبح العمل اكثر نجاح. بالنسبة للنقطة هذه نحن ندينا بها عام 2013 الاتحاد الوطني لنقابات قوة الأمن التونسي كان سباق في الموضوع هذا قلنا نعملوا بنك معلومات يتكون من 3 قوى الحرس والشرطة والجيش باش المعلومة راهو المعلومة كي تاخذها وتحللها تعطيها للخبراء تعطي الجدوى نتاعها أكثر على الميدان. إذا كان كل سلك يقعد ياخذ معلومة ويخدم فيها وحده تتشتت الجهود يعني وما نوصلوش النجاحات. نحن كنا سباقين في الطرح نتاعنا كاتحاد وطن نقابات قوات الامن التونسي قلنا نعملوا مرصد كبير نتاع مكافحه الارهاب كيما شفناه نحن صحيح اللي جاء ماهوش كيما تصوراتنا كيما طرحنا لكن ديما نطمحوا للاحسن نطمحوا للي يعطينا نتيجه وجدوى اكثر كيما بالنسبه للمعلومه اذا كان تبدا تتحط في نفس الواد وتتحط في نفس الوقت المحللين والخبراء العسكريين والامنيين باش يعطيوا جدوى اكثر هذا هو اللي نحسوا في الكون والأداء الأمني على الميدان ولا خير. هذه النقطة وجانب الأول رغم الصعوبات رغم أنا تو باش نحكي من ناحية أنا كنقابي ما خذيناش برشا أجزاء من الحقوق متاعنا رغم اللي نحن مضامين مش وقتها لا لا ما يسالش لا انا باش نبرز النجاح نو نو باش نمشي في الايجابي انا راه باش نمشي يا طيب باش نمشي في الايجابي بالرغم النقائص بالرغم النقائص لا باش نمشي الايجابي شوف انا نحبك انا نحب نستفيد من 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 تجربتك وخبرتك الامنيه اكثر من نقابي لانه احزاب سياسيه ونقابات مهمين ولكن خلينا تو في الايجابي نحكي في التقني لا لا تقني خليني تقني قلت لك انا انه التكامل بين زوج مؤسسات كان مهم وحاسم مهم حاسم ولينا نعملوا في عمليات استباقيه هاك شفت انت بالنسبة للمعركة اللي صارت في بن قردين معناها الأسلاك الكل كانت موجودة تشوف في الحرس بجنب البوليس بجنب الجيش والكلهم يضربوا مع بعضهم والكلهم معناها والمواطنين معهم كما قال سي محمد قبيلك هالتكاتف هذايا
وهل الترس نتاع القوى الكل منهم باش يعملوا كان جدار كبير وقوي ضد كل عداء على تونس. حتى في الجانب الاتصالي المؤسسات نتاع المهمه مؤسسات الدفاع والداخلي اصبحوا يعملوا في بيانات مشتركه, يعني هذا زاد مهم. هذا مهم باهي بيانات مشتركه ممكن تدخلنا في حاجه, اما راهو في الكوميونيكاسيون معناتها كوميونيكاسيون كريز راهو في اتصال الازمات راهو مش كوميونيكيو سي. هذا انا باش نكون معك انا هذا على الاقل انا مختص نوعا ما فيه. هذا باش نزيدوا نرجعوا له بعد لانه نحكيوا على السيليس. لكن النجاح على الميدان نطوروا شيء فشيء. احنا حتى رؤيه وزير الداخليه ووزير الدفاع مع بعضهم, يعني انت بعد عمليه سمجد. ارهابيه والارهابيين مازالوا موجودين في بنقردان ومتخبين وخطر على حياتهم. قادرين نعملوا مخيل طبعا. علاش؟ طبعا لانه راهو دوله عندها تاريخ, عندها 50 عام بعد اقل حاجه 60 عام معناتها بعد ما استقلت وبامكانياتنا قادرين طبعًا. فقط راهو لازم نفس جديد. علاش قلت لك راهو حاجات انوفونت, راهو لازم حتى في كوميونيكاسيون حتى في كوميونيكاسيون راهو مش معقول كون رئيس وزراء يضرب في الميكرو بيدي هكا معناتها مش ماهيش لائقه بتونس. يعني حتى في الكوميونيكاسيون في نوعيه الخطاب راهو خطاب كلمه تقلب الموازنات معناتها لازم عرفت تكون خطاب رصين, خطاب اكثر في فرنسا تشوف معناتها في انجلترا تشوف في امريكا تشوف في دول اخرى ممكن صاروا فيها احداث ارهابيه تشوف كل ساعة تصير لك كونفيرونس دو بريس بوان دو بريس تشوف البروكيور جينيرال يتكلم تشوف حتى علاش ما شفناش حتى لي بروميير ريسبونسابل سواء نتاع جي اف اس ولا نتاع البات ولا نتاع معناتها اليو اس جي ان خليهم يتكلم خليه خاطر معناتها منتصر نشوة الانتصار وتعملوا شوية كوتشينغ على فكرة حتى كي حكينا معاهم كصحفيين وحدات مختصة في الأمن ماهمش خصيصين يعرف اني كوميونيكي بكذا بكذا فقط نبعدوا على الكليشيات القديمه ونبعدوا على الخطاب الكلاسيكي وكل اللغه الخشبيه لن يمر ومش مرين بطبيعته لانه شعب وامنا وشرطه وحتى مواطن مش باش يخلوهم يمروا اما اعطي خطاب للمواطن باش يعمل اكثر وقت هذا راهو راهو تعرف الظرف هذا ظرف باهي برشا يذكرني انا شخصيا حسيت نشوه الانتصار نتاع 14 جانفي حسيت عرفتك في وقت في يوم ما تحس نوع من الاحباط راهو يعني طبقة سياسية ما كانتش حد متحمل مسؤولية تحس بالغبن تحب تصلح البلاد ما تنجمش الوقت هذا يرى الظروف كما هذه تخلينا نقدم والاتصال هام وهام جدا. سي محمد ولا زياد هو لأنه وجه الكلام للطبقة السياسية زياد كيفاش تراو يعني دور الأحزاب السياسية النخب السياسية وأيضا الحكومة في تعاطيها مع المواضيع هذه خاصة من الجانب الاتصالي. يعني شفنا وحدة وطنية أنت سي محمد عبو شفنا وحدة وطنية ومن خلال الجانب الاتصالي للأحزاب يعني شفنا حاجة مهمة وحدة في الأزمات هذه. أيضا كيف شفت خطاب الحكومي اتصالي وقت الازمات وايضا في العام بعد العمليه هذه. شوف بالنسبه للحزاب كل واحد هذاك وسياسه وكل واحد مخه ان شاء الله التوانسه يتكون عنده ما يكفي من الوعي باش ينجم يحكم على العباد. في تصوري من غير الاخلاقي في وقت الحروب في وقت الازمات الكبيره في البلاد كانوا نعملوا معارك من غير الاخلاقي كانوا نعملوا معارك مجانيه ولا لتسجيل نقاط. مانيش نسجل في نقاط على حتى حد عندي 1000 مشكله مع اللي يحكم اليوم ما سجلوش نقاط. في تصوري هذا اخلاقنا من الاساس دور المعارضه سي محمد راهو المعارضه يعني لا المعارضه تنجم تكون هادئه ورسمه وبناءه ايضا مش تصفيه حسابات. وما تحطنيش في حمله انتخابيه نحب نقول لك حاجه بوضوح هذا ايش قاعدين نعملوا نحن بالضبط. ما تحطيش في حمله انتخابيه نحن مثلا الحزب الوحيد اللي هز تصور الاستراتيجيه مكافحه الارهاب ومشى قابل رئيس حكومه قال له تفضل ها هو التصور نتاعنا ونشرناه في الانترنت اللي حاب يناقشنا فيه محمد. استنى لحظه للمره الثانيه نقص عليك لانه المكلف بالاعلام بوزاره الداخليه ياسر مصباح حاضر معنا عبر الهاتف. مساء الخير اذن ياسر مصباح. تفاصيل عن العمليه اليوم في بنقردان والقضاء على 3 ارهابيين وايضا بنحب نسالك في جزء ثاني على عمليه اللي قالوا يعني فما زوز مسلحين في باردو نحب نعرف صحة المعلومة منك كمصدر رسمي. ألو مساء الخير. مساء الخير أهلا طيب مرحبا بك وبكامل مشاهدي قناة الوطنية الثانية وبكامل ضيوفك. مرحبا بك. إذن قلت لك تفاصيل على المعلومة القضاء على 3 ارهابيين في بنقردان وفي جزء ثاني على المراج من أخبار حول هروب يعني مسلحين في باردو تعطينا المعلومة الرسمية من وزارة الداخلية. بارك الله فيك. طيب قبل كل شيء نحب نترحم على ابناء الشهداء ابناء المؤسستين الامنيه والعسكريه اللي سقطوا في العمليه الامنيه والعسكريه الجاريه في بنقردان من النهار اللي في الاثنين اللي فات فجر الاثنين 7 مارس. بالنسبه للحصيله اليوم بالفعل تمكنت الوحدات الامنيه والعسكريه
من القضاء على اليوم على 3 إرهابيين وإيقاف إرهابي تم إلقاء القبض عليه، وبهذا ترتفع الحصيلة اليوم إلى 49. القضاء منذ يوم الاثنين إلى حد هذه اللحظة القضاء على 49 إرهابي والقبض على 8 إرهابيين. هذا فيما يتعلق وحجز كميات هامة من الأسلحة من كلاشنكوف والذخيرة، وهي الآن تحت والوضع الآن تحت سيطرة واللبنان والحمد لله. ياسر معلومات أبناء المؤسسة الأمنية العسكرية مرتفعة جدا والحمد لله. ياسر العملية ما زالت خلينا ساعة ياسر الموضوع لا يتعدى كونه أنه تلقي الوحدات الأمنية اليوم إشعارات وإفادات من بعض المواطنين حول الاشتباه في وجود عنصر أو عناصر محتملة إرهابية محتملة، وبالتالي التحرك هو كان تحرك عادي وكذا يعني أساس الإفادات هذه اللي كانوا ترجعوا بها السادة المواطنين. تحركت الوحدات الأمنية وخذت احتياطات لازمة تحسبا، ونقول دائما تحسبا والحمد لله ما فهم شيء تحسبا لأي طرف. نعم. هذا كل ما وكل ما راج وكلنا احنا كوزارة الداخلية قد خرجنا بلاغ رسمي انفينا فيه وطمنا فيه السادة المواطنين انه ما فهم شيء، والحمد لله حتى في بنغردال ماشي بحول الله الوضع في بنغردال ماشي يصير نحو الاستقرار من كل يوم من حسن الى احسن بفضل إرادة أبناء المؤسسة الأمنية وكذلك العسكرية. هو ياسر الوطني الحمد لله الوضع على بس. نعم شكرا ليك، هو نحب انه الاتصال الحكومي يكون سلس ومرن باش توصل المعلومه لوسائل الاعلام وايضا للمواطنين باش وسائل الاعلام زياد الاتصال الحكومي طيب يعني فضل. التجربه اللي خضناها يعني تجربه الاعلام والبلاغات المشتركه بيننا وبين زملائنا بوزارة الدفاع الوطني على اساس توحيد معلومه وتوحيد السياسة الاتصالي بينكم مختلف مكونات المشهد الحكومي في تونس، وعلى أساس أنه نحاولوا قدر الإمكان وقدر المستطاع يعني أكثر من يمكن أن نعطيه معلومة واضحة ومعبرة وصادقة للرأي العام من خلال وسائل الإعلام. نعم شكرا لك المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح على كل هذه الإيضاحات. نعود لسي محمد عبد لأني قصيت عليك هذه المرة الثانية، تفضل كمل فكرة. بالمناسبة ياسر إذا حبي يحسن الاتصال يجب يزيد شوية في الموظفين، خاطر آخر معلومة من الناطق الرسمي القديم فما 4 موظفين فقط في وزارة الداخلية، يجب يكون عددهم أكبر باش تحكي مع وسائل الإعلام الكل وتجاوبهم الكل، مهم تطمين المواطنين عن طريق وسائل الإعلام. نرجع لموضوعنا موضوع معارض مثلا، مثلا نحن ديما ندعي وكانوا جديين في المعارضة نتاعنا نفتحوا الملفات الحقيقية، عندنا مشكلة مع السلطة ما تحبش تحل ملفات فساد وتحمي الفاسدين واللي تحب انت، انا ياسر معارك معاه. كي تقوم معارك من هذا القبيل توا في موضوع يتعلق بالارهاب ماش توا لي تصفيه الحسابات مع هذا، اش حابين نقولوا اكثر ولا اقل في موضوع الارهاب؟ هزينا المقترح نتاعنا يعملوا بيه ما يعملوش، هذا موضوع ثاني. ذكرنا رئيس حكومه كان الاوامر ما صدرتش معناها نتاع قانون الارهاب، صدرت فينا المهم على الاوامر نتاع قانون الارهاب زي كي خرج لما الاخراني في بالي في 1 مارس كاحزاب معناها التيار الديمقراطي وزوز نواب من الجبهه الشعبيه اليوم العشيه وثلاثة نواب من حركة الشعب ونائب من صوت الفلاحين وسي عدنان الحاجي أودعنا اليوم قانون وأودعوا اليوم قانون ومشروع قانون يتعلق بجبل الأضرار الحاصل لقوات الأمن الداخلي، وهذاك القانون تاع ديسمبر 2013 اللي ما رضاوش عليه الأمنيين واللي الوزارة ما قدمتش تعديل، مشينا نحن نواب قدمناه تعديل في زوز نقاط. مش هذا أهم شيء، أهم شيء هو الإيمان بالوطن، لكن زاد ماذا بينا كي واحد يضحي على حاجة ما يتضررش، مثلا تقف الشهرية نتاعو ما تقفش حسب المشروع اللي قدمناه نحن، يقعد ياخذ عام كامل المرتب نتاعو بكل التوابع نتاعو وياخذوا الورثة نتاعو الكل. بعد هذايا كي تتسوى الوضعية ونحكي في إطار معناها اللي توفاه في إطار القيام بعمليات معناها تصدي للجريمة، فموضوع آخر اللي هو إعفاء اللي ما عندوش ابناء وام ولا سمحني ابناء يعني وزوجه ياخذ الاولياء نتاعو الوصول نتاعو بقطع نظر على اثبات شرط الكفاله، خاطر شفنا وضعيات كي درنا في الجنوب جاونا اباء الامنيين وشي حش معنا وضعيات معينه يقول لك انا ما جبناش مفيد لنا اللي هو كان متكفل بينا، علاش ما ناخذوش؟ ما عندوش وبرشا ما برشا من اللي استشهدوا صغار ما همش معرسين ما عندوش اولاد، ايش بيه بو وامه؟ طبعا هو ماشي معناها القتال ما يهموش حتى مهما تكون الخسائر، ولكن ما فيه باس اذا الدوله تعترف وتقدر معناها حق الناس اللي تمشي تعمل تضحيات، هاو تقدمت من نواب وفي تصوري تو يقع مناقشته ويتعدى القانون هذا، وهذه رسائل يعملوها المعارضين باش يقولوا رانا مش بالضروره في منطق هذا يحكم الاخر يعرقل فيه، ماشي في معركه مع اللي يحكم، انا ماشي في حرب على كل حال، في منافسه جديه معاه
تقول نفس الجديه حبوا نطيحوا الانتخابات الجايه 2019. وعلى كل حال مازال ما فماش انتخابات قريبه 2019 خطوه مازال اربع سنوات ما عندناش منطق العرك لازم نطيحك اليوم وغدوه الكل نترفعوا شويه في السياسه توا وضع تونس يتحسن نحن ندعيوا على كل حال كانوا مترفعين في السياسه وان شاء الله في كل الاحوال في القوانين اللي عندها علاقه بمكافحه الارهاب يعني بدون شك التصويت كان كامل من قبل أغلبية ومعارضة ما فماش أغلبية ومعارضة في مكافحة الإرهاب وإذا كان المؤسسة التشريعية البرلمان مجلس نواب الشعب باش يساهم من جانبه في دوره التشريعي باش يساهم في الاتجاه ده فماش يكون ممكن النقاش بعض الأحيان يكون في بعض التفاصيل في كيفاش نصوت ولكن قانون مكافحة الإرهاب ائتلاف حاكم معارض الناس كل صوتت عليها مع بعضها اللي يتضمن زادة تبييض الأموال فلذلك احنا جزء كبير من 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 من, من الجانب اللي يمكن قواتنا يلزم تتولها بأكثر بالتعاون مع كل الجهات المختصة احنا عنا الآن تصوروا عنا منظومة قانونية تسمح لنا باش نستهدفوا الإرهابيين هذوما مش فقط ننتظرهم فما عمليات عسكرية وأمنية واستخباراتية تستهدفهم أمنيا وعسكريا ولكن يلزم نقصوا الدعم اللي قاعد يجيهم بشكل أو بآخر بدون ما نضيقوا على الناس الجمعيات الخيرية اللي تحب تعاون الناس ولازم يتم إثبات هذا بدون بفصل تام بين الناس اللي يحبوا يعملوا الخير وبين الناس اللي حاجاتكم تحب تعمل الشر واللي تحب تضر بلادنا فلذلك احنا عندنا منظومة قانونية قاعدين نطوروا فيها ممكن يلزم تزيد تطور وفما مقترحات في الاتجاه هذا ال 500 مليار اللي تزادت في ميزانية 2015 في الميزانية هذه بكري قابلت سيد نطق رسمي باسم الحكومة سي خالد شوكات فوقت اللي في نقاش الميزانية بتاع 2016 وقت اللي مجلس النواب بطبيعة الحال بعد الأحداث بتاع باردو سوسة وضغط على أساس أنه تتحط 500 مليار اللي 500 مليون دينار أخرى اللي تتوجه لوزارة الأمن لوزارة الداخلية والدفاع وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة معناتها أنه تكون عندنا دخل الاستراتيجية في واقع الأمر هو الدوبل 1000 مليار معناتها هو 1000 مليون دينار بالأرقام متاع وزارة 500 تصبوا في ميزانية 2015 لا لا 500 تصبوا في 2016 لا لا في الميزانية هذه 1000 مليون دينار فهذا بالعكس هذا يقول أنه احنا ما فماش أنه أمني أو عسكري خاطر قاعد ملقي الصدر متاعه إذا كان لقدر الله استشهد معناتها تبقى عائلته في الوضعية هذيك ما فماش هذا حديث على أنه قواتنا اللي قاعدة في الصف الأول عاجزين على أنه نوفروا لهم الحد الأدنى من كل ما يمكنوا من تجهيزات باش يحاول يواجه الإرهاب وهذا وهنا مش فقط قضية مادية ومالية احنا عندنا تعاون كبير وهذا مسموح وموجود حتى في قوانيننا مع أصدقاء تونس اللي يحبوا يعني يساعدونا في مواجهة الإرهاب لا شك أنه احنا وزارة الخارجية قاعدة تساعد برشا في وزارة الدفاع وزارة الداخلية وقت اللي تدفع بشكل أو بآخر في حل سياسي سلمي في ليبيا وتولي عنا الطرف نتعامل معه لا شك أنه وقت اللي احنا نتعاون بشكل دقيق وعميق مع جارتنا وخيالنا في الجزائر وهنا مش بنذكره كيفاش الشعب الجزائري هذا قضية عميقة في المنطقة هذه تختلف من الشرق الأوسط وإحنا نحب الشرق الأوسط هذا كله اللي يكون فيه لا إرهاب ولا غير ولكن المنطقة بالضبط المنطقة هذه يعني رسائل كبيرة وقت اللي ناس الإرهابيين هذوما يمشوا للشط ويبدوا يعني يقتلوا في عباد ربي لا يعرفوهم ولا يعرفوه معناته تشوف جزائريين والتوانسة ممكن حتى ما عندهمش ما يكفيهم ولكن يقول لك أنا نمشي ما فماش وتيلي سكر ولكن نعيشوا صعوبات فهذه دليل على أنه أحنا الإرهاب هذا ما عندوش بلاصة في تونس وكلنا وإحنا مثلا من الأشياء اللي قاعدين نقوموا بها باش تكون عندنا جلسة مغلقة مع وزير الدفاع وزير الداخلية فما جلسة مفتوحة فما جلسة أعطينا كيفاش في التشريع النجم نساعده أعطينا كالنواب شنو النجم نقدمه لمؤسساتنا والنجم نقدمه شيء هذا وإحنا بإذن الله وأيضا تقييم أيضا على ذكر التشريع نحن بكريك نحكي على جو الباهبي اللي في المعارضة واللي في السلطة بالله قانون المصالحة أجلوه بعد ما دوف العملية خاطر ذاك يخلق فتن بين اللي يحكموا بين المعارضين احنا أولوية الحقيقة ما تعرفوا هو تاريخ وشنو هو ظهر بعد عملية إرهابية وقت السيد رئيس الجمهورية غلط غلطة كبيرة ياسر صارت عملية إرهابية قال باش نعديو قانون المصالحة ولا نوع من العداوة بيننا وبينهم وذين نحبوا نحيوا العداوة أنا بدرنا معناها إن شاء الله المعارضين الكل في المستوى القيادي اللي نحكيو فيه منطق معناها عدي الخلافات هذه في وقتها معناها فبالله حاولوا تأجلوه خاطر سمعت اللي هو تعدى معناها
اللجنه من الليجان حاولوا تاجلوه مش وقته علما كانوا هو ما يسمش تعدى ما بين الظروف. ايضا مش وقته زي اسامه باش نقعدوا نحكيوا فيه انتم زوز وتجاوبوا وخلي ناخذوا لا انا نسمع في المواطنين زي اي يعني فهمتك انا رساله محرج فيه قدام المواطنين الرساله مش في باليش المعارضه لا شوف مش ما في باليش الرساله نتاعك سي محمد شوف الحمد لله مجلس احنا قاعدين نناقشوا في مشروع حريه نفاذ المعلومه فلذلك اللي نناقشوا في مجلس النواب الشعب المواطن قاعد يتفرج فيه ديريكت ونجم يقيم واحنا ما عادش هذا الابواب المغلقه كله قدام الشعب واحنا نتحملوا مسؤوليتنا كامله. زياد نقعدوا في النقطه نتاع تعامل الحكومه والاحزاب السياسيه خاصه احزاب الحكم كيف شفتوا التعامل بعد عمليه بن قردان؟ هو شوف كل حالات راهو ثم ائتلاف حكومي الى حد الان سياسيين لم يقدم الدعم الكافي للحكومه. هذا واضح. راهو يعني من الغباء كونك تنادي الى مظاهره في ظرف امني حساس كما هذا مظاهرات يعني في جهات قال لك يعني الائتلاف الرباعي الحاكم حكيتوا روسكم عملتوا مظاهره هذا اقصى ما توصلتوا له معناتها مع بالرسمي خذوني على قد عقلي وقولوا لي اسكو مظاهره هي باش بالغلط لا بعدنا اسامه لا مظاهره باش تفهم المقصود باش تجاوب على راحتك نفسر لك وبعد جاوب شفت اللي ريتو انت واللي التلفزه الوطنيه نتاعنا عدته في التلفزه وقت اللي يعني المقصود بالخروج للشارع معناتها نوريه اللي احنا متحدين وما نخافوش هذا اللي صار في الجنازه اسامه موجود هذا اللي صار في الجنازه موجود تعرف هذا نقصد به التونسي راهو حكيت لك من اللي تشوف هذا المقصود باش ما تجاوبش على حاجه اخرى منقز وراه مواطن ويقول له هاكا ضرب على الراس تفهم اللي راهو ما فيش كلام معناتها ثم وحده وطنيه حاصله فقط حكيت لك مش وقته حتى امنيا لا لا شوف امنيا تو رسميا باش تعمل مظاهره راه لازمها ديسبوزيتيف سيكوريتير ديسبوزيتيف سيكوريتير باش تعرف من التصدي للارهاب هو راهو كوفر فو تو في بن قردان نفس العوان شوي باش في الليل المويه نجموا يتحركوا شوي زيد تعملوا مظاهره في كل ولايه يعني الحكومه كانت مطالبه بجرائات اخرى مش بال شوف مانيش دور مانيش سياسي مانيش حاجه اما هاو نفسر لك حاجه كان بالامكان مثلا تنجم تعمل مبادره رباعي الحوار كان يجي نعمل مبادره تشريعيه باش مثلا كان ينجم مثلا ما يشيحونا شريقنا اليوم في المجلس امس او لامس نجروا ونجروا في الكولوار باش يطلقوا على صيغه باهيه نتاع قانون نفاذ المعلومه مثلا كانت نجم الحكومه ما تكسحش راسها في حاجات معينه مثلا كيما القانون هذايا نتاع نفاذ المعلومه وقت العباد ملقي زورتها الكرتوش هو ثم حب حسينا كان نوع نتاع غمه سيد وزير احد من الوزراء حب يغم الوضع ولولا تحركناش ولا تحرك نشكر بعض النواب وبرشا منهم في مجلس النواب حق وقفوا معنا وقفوا يعني احتراما للدستور قبل احتراما للصحفيين والمواطنين. تبقينا راهو في ظرف كما هذايا لازم كما قلت لك حاجات انوفونت حاجات نوفاتريس جديده مانيش سياسي مانيش في الائتلاف الحاكم باش نقول لك اش تعمل ما تعملش ممكن سي محمد وسي سي اسامه ينجموا يفكروا كيفاش كان ينجموا مثلا يقترحوا مثلا مبادره تشريعيه باهيه شوف يعني تفعيل صندوق نتاع مثلا تعويض ضحايا سهل جدا راهو الدوله عندها ميزانيتها ما يسهلش كي تنقص من هذا ومن هذا ومن هذا نعم لجيمناستيك فينونسيير تنجم راهو تعمل مشروع مثلا للشهداء تبني لهم راهو مساكن توا كود معناتها ايموبيلي في بلاصه معينه معناتها في 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 فرديه في 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 بن قردان من يستشهدوا معناتها الشهداء او حتى المواطنين راه ما تجيبش 50 مليون كان بالامكان مثلا جاست كيما هذايا في ظرف شهر وظرف شهرين يكون عندهم ديارهم مثلا شهداء ابسط حاجه راهم فكروا فك الناس للضرة ديارها مثلا ابسط حاجه تفكر تفتح حوار مثلا على الاصلاح الجبهي اللي ضرت ديارها في العمليات هاي مثلا جزء هذا كله هذا لا اسامه هذا مثلا لا تو راهو هذا وقته الرياكتيفيتي باهيه اسامه وقت تشوف المواطن من هذا موجود البيروقراطية يحتاج تطوير بدون شك نعرف نظام الداخلي في البرلمان معقد وفيه برشا هرج ومشاكل لا راه اون تيرم دو رياكتيفيتي راهو بيه زياد لازم نجيبك مره اخرى انت باش تحكي لنا على البرلمان والمبادرات التشريعيه نمر العنصر الثاني لانه الوقت قاعد يحاصر فينا هو التناول الاعلامي للاحداث الاخيره في بن قردان رصدنا تقريبا اخلالات لبعض وسائل الاعلام في تناولها للعمليه التي الناجحه لقوات الامن والجيش الوطني نشاهد هذا العنصر المسجل ثم نعود للحديث
لا حياد مع الإرهاب، شعار رفعته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ خوض قواتنا الأمنية والعسكرية حربا على الإرهاب وسقوط الشهداء في صفوفهم وصفوف المدنيين. لكن هذا لم يمنع بعض وسائل الإعلام من انتهاك أخلاقيات المهنة وتمرير صور وتسميات تشير للتنظيمات الإرهابية وجري وراء تحقيق نسب عالية من المشاهدة والمبيعات على حساب وحدة الصف. نقابة الصحفيين أنشأت مرصدا لأخلاقية المهنة لمعالجة هذه التجاوزات وتحديد مكامن الخطأ في متابعة وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية. خلالات متنوعة وأغلبها في ذكر وتكرار، خاصة تكرار أسامي التنظيمات الموجودة واستعمال المصطلحات اللي هم يحبوا يروجوا لها والترمينولوجي اللي عندهم الكلام اللي تابع الليتراتور نتاعهم كلها اللي يحبوا يروجوا لها، خاطر هما بناوا الصيت نتاعهم بناوه بالكوميونيكاسيون بالاعلام بالعمل اللي عملوه بالتكرار. ونحن قاعدين نعطيو فهم في مساحات ما يسحقوهاش، خاطر نقولها ونعودها اللي نحن في حاله حرب مع الارهاب ويلزمنا يكون عندنا ولا في حالة حرب يجب يكون فما استراتيجية متعددة الأبعاد. نحن لحد الآن نستنى وفيها استراتيجية متاع الدولة اللي يجب تكون فما تهم البعد الاقتصادي والبعد الأمني متفاهمين فيها، لكن والثقافي والتربوي وغيرها معناتها باش نوقفوا هالطيار هذايا والاستقطاب سورتو استقطاب الشباب اللي هو قاعد يمول في صفوف الإرهاب. من بين زاد استراتيجيات يلزم الاستراتيجية عالمية. نحن بدرنا كنقابة بدرنا باش نعمل الاستراتيجية هذية اللي باش نعمل التعديل الذاتي نتاعنا من فينا ما غير ما نجينا حاجات مسقطة من فوق، باش الخطاب نتاعنا والتعامل معنا نتاعنا مع الإرهاب يكون في مستوى الرهانات اللي قدامنا. بعد أكثر من شهرين من الرصد والمتابعة استطاع البرصد أن ينشر تقريرا حول جملة الإخلالات والتزمت بعض وسائل الإعلام المرصودة بالتخفيف من نسب تجاوزاتها. عملية الرصد تشمل 19 وسيلة إعلامية بين صحافة مكتوبة وإلكترونية ومواقع لمؤسسات إعلامية سمعية وبصرية مواقع إذاعة وتلفزة. بعد الندوة الصحفية اللي عقدها المرصد ونشر فيها النتائج الأولية الشهرين من عمل المرصد، وسائل الإعلام تفاعلت مع الشبكة التوجيهية اللي شبكة الرصد، نقصت الإخلالات. قبل كانت أغلب الإخلالات هي القيام بالدعاية للجماعات الإرهابية سواء عبر نشر صور لعناصر إرهابيين، رفع شعارات المجموعات الإرهابية، نشر حرفياً لبيانات الجماعات الإرهابية أو تصريحاتهم دون معالجتها. أثناء العملية الإرهابية الأخيرة وبعد الندوة الصحفية اللي عقدها المرصد، أغلب وسائل الإعلام تقيدت بجملة التوصيات اللي قدمناها، وخاصة في تغطية العمليات الأمنية الجارية. وأغلب وسائل الإعلام اللي التزمت بالتوصيات المرصد هي الوسائل اللي مش تابعة أحزاب أو جهات سياسية، فلاحظنا عدم ذكر أنشطة دقيقة أو تحركات دقيقة للعناصر الأمنية والتقيد بالرواية الرسمية. أهم ملحوظة هو التقيد بالمعايير المهنية في الكتابة الصحفية أو في التغطية الصحفية وعدم الخلط بين الرأي والخبر، ذكر المعلومة دون إبداء الرأي. لا حياد مع الإرهاب، شعار يلزم كل الإعلاميين باتخاذ الحذر في كتاباتهم والتعاطي مع العمليات الإرهابية بحرفية ومهنية وضمن ما تمليه عليهم أخلاقيات المهنة، وألا يكونوا بوق دعاية لهذا الداء الخبيث الذي يحاول أن ينخر في تفاصيل المجتمعات. لا حياد مع الإرهاب هو شحذ لهمم قواتنا الأمنية والعسكرية ووقوف في صف شعبنا. أهلا بكم من جديد. نبدأ مع زياد دبار لأنك في نقابة الصحفيين التونسيين. نحن الإعلاميين ربما ننقدوا المؤسسات الأخرى، ولكن أيضا من دورنا واجبنا أن ننقدر واحنا إذا كان فما تقصير في تناول الإعلامي. كيف شفنا فما مواقع وفما مؤسسات إعلامية يعني ما تعاملتش بحرفية مع العملية الأخيرة في بن قردان، شنو تعليقكم؟ وراو في التعامل ما ثماش عزمة تعامل إعلامي في المهموت، ثم العام الخاص صحيح، ثم التعامل على مستوى الصحافة المكتوبة الإلكترونية مثلا على مستوى الراديو وعلى مستوى التلفزيون.
الثبت والأكيد كانوا على مستوى الإذاعات تقريبا تغطية ممتازة جدا. نذكر مثال زملائنا في إذاعة طويل مثلا. على مستوى وسائل الإعلام المكتوبة تعرف ديما أوني دونولوجيك دو لا رياكسيون. صحافة الخبر في الصحافة الورقية ما عادش ديما نمشوا للتحليل أكثر معمق، وبالتالي نسبة الخطأ تقل معناتها لما الزيرور تقل أكثر. على مستوى الإعلام الإلكتروني هو اللي صار إشكالية كبيرة شوي. يعني شفنا أخبار نهار 3/8 نتاع الصباح كونه داعش تستولي على مدينة بن قردان في حين في الوقت هذاك هم قاعدين يموتوا. لا وهذا الخبر اللي لوجوا عليه الرابين يعني هذا الخبر اللي وصلنا هذايا مثلا خطأ تقريبا. شفنا بعض التلافز اللي سقطت في يعني في كل السنساسيونال أكثر وبالتالي في البلاتو يعني ولينا نشوفوا عاطفي باهية والعاطفة باهية أما سنساسيونال برشا برشا راهو ينجم يقلق إجماليا ولكن مع المهنية إجماليا راهو التغطية كانت جد إيجابية. راهو نحب نذكر سادة المشاهدين وحتى سادة الضيوف الكرام راهو عملنا قائمة على الاجتهاد وقد نخطأ ونصيب. أخطأنا في برشا مواقع تحفظنا من دروسنا من أخطأنا أصبنا في برشا في مواقف صار عندنا سكون أبل فيها بخونتيساج تحفظنا ما كذبش عليكم ما كنش عندنا الإرهاب قبل نغطيه وما نعرفوش ما نفرقوش ما بين داعش والقاعدة قبل مثلا برفا الزملاء والاختصاص راهو ما ثماش الاختصاص هذايا صحفي مختص في الإرهاب ما عدا بعض الزملاء اللي 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 مختصين في الإعلام الأمني هما يعني يبداوا يتلمسوا خطوة أولى. زيد فما مشكلة أخرى إنه الإعلام الإلكتروني والمكتوب ما عندهمش هيئة تعديلية يعني أو جاي في إطار التعديل الذاتي هذاك مثلا في إطار التعديل يعني الذاتي يعني تو الإذاعات تتنفس عندهم من الهيكة يعني تترقب هو راهو ديما في الصحافة المكتوبة أكثر يمشي أكثر منه في إطار التعديل الذاتي تأثير كبير تأثير كبير بالأخص الصحافة الإلكترونية ولا تعوض في الماس ميديا معناتها ولات هي ماس ميديا يعني طيب لكن في إطار التعديل الذاتي ما تنساش راهو اليوم راهو كصحافيين تونس لقينا روحنا راهو مثلا في التعامل مع قضايا الطفل ثم قانون في التعامل مع قضايا المرأة ثم قانون اليوم في التعامل مع الإرهاب ثم سكون أبيل معناتها إنشاط إيتيك ثماش راهو ما لقيناش لقينا روحنا بدون مثلا ميثاق أخلاقي أو ميثاق تحريري بدينا نخدموا فيه بشوية بشوية تبقينا الأخطاء اللي صايرة كما قلت لك راهو مثلا هذه صارت حتى على مستوى لو ديبا جينيرال في تونس وقت اللي يقول لك سموهم إرهابيين ولا مسلحين ولا جهاديين مثلا احنا خذينا الجرأة كونه كل إنسان يهز سلاح على الدولة بالنسبة لنا إرهابي كل إنسان توقف عند الشرطة مشتبه به تعدى قضية التحقيق متهم هذا تحكي على الإعلام الوطني نحكي لك على الإعلام الوطني إعلام الأجنبي لا عنده خطوطه التحريرية يتحمل مسؤوليته هو ما نجموش نقولوا نجبر وسائل الإعلام الأجنبية أنها تقول إرهابيين يعني أنت ما تحملش يعني جنسية الدولة التونسية وكذا نحن نطالبهم الإعلام الوطني أنه يلتزم ربما باللاحية مع زملائنا التزموا رامي تشوف التغطية شوف راهو نهار الأول ما ثماش برشا مراسلين في بن قردان لكن تشوف نذكر الزميلة خولة ستيتي مثلا وقت عندها برشا معلومات على عملية وقالت راهو ثم عملية في بلاصة معناتها أنكور تو راني تكتم لحسن سير العملية ولسلامة العسكريين الأمنيين ما لك تحترم يعني تنحت منك الرفليكس كونه ثقافه الإثارة ثقافه البوز مع قضايا إرهابية معش الخبر يعني خطر عرفتك يعني سامحوني في الكلمة عدلنا روحنا روحنا فهمنا بالممارسه سي افورس دو فورمي كون ديان فورس انت تمثل راه والله بعيد يا طيب على الكوربوراتيزم بعيد على كل شيء موقف موقف من الحمله الكبيره اللي شنت على قناه الجزيره الحقيقه هل تراها يعني حمله صحيحه في مكانها ولا نحكي لك راه هو باختلاف يعني بكل مهنيه نحب نحكي بكل مهنيه باختلاف مع الخط التحريري لقناه الجزيره 180 درجه راه ما شككش ولو 0.01% في وطنيه الزملاء اللي خدموا فيها في تونس احنا نعرفوه هذوما راهم مخرطين عندنا في النقاب صحيح قناة الجزيرة تدعم جبهة النصرة في سوريا دعمت يوما ما داعش على حساب النظام السوري هذا شأن يخصهم لكن على مستوى يعني نحملوهم مسؤولية أخلاقية أكثر منه لكن على مستوى زملائنا في تونس يعني راهو نحملوا كل إنسان يدعو إلى اعتداء عليهم راهو باش نقفلوا زملائنا هما راهم زملائنا يعني مخرطين عندنا وتونس بالأساس راهو نقول لك أنا نعرفهم شخصيا ما شكوش في وطنيته أكيد أكيد هذا يراه لا سبيل إليه وراو تونس نحبهم ونرى الحريات
حب تونس منارة عليك علاش سياد لأنه جينا للمشاكل الإرهابيين واللي ندخلوا فك العاطفة الكبيرة اللي رأس ساعات تجاوز حدها ربما يلزمنا مع العاطفة العاطفة جيدة ولكن يلزمنا نكونوا زاد مهنيين ونصنفوا إذا كان نعملوا التصنيف على الناس الكل ما نقعدوش لهذا فلان وهذا فلان بلاي نحب نرجع نحب نركز على المرفق العمومي بعد انك خطر تو مو في الإعلام خلينا نستعرض شوية على لقاء خاص لا لا مش لقاء خاص تحب نركز على أهمية دور المرفق العمومي وكعلاش رانا كنقابه وكصحفيين ونذكر في الاضراب العام الاول والثاني في خمس سنوات ثلاث سنوات الاخيره وحتى في مطالبنا في مع رؤساء الحكومه خاصه تويك راهو المرفق العمومي تكون عندنا مرفق عمومي جيد التغطيه تكون جيد وقت التغطيه التلفزه الوطنيه الاولى والثانيه التغطيه جيده جدا فايز سكرافي يعطيها الصح يعني تقريبا من 6 ونصف اللي تعطي في اخبار كل الزملاء موثوق فيها زملاء لهنا نحكي لك المراسلين غاديك راهو اصعب تخدم شورتيانا في خميس بالضبط هذا زميلتنا زين المليكي اللي تحاول زملاء في الاذاعه الوطنيه كيف كيف يعني اخبار موثوق فيها وقت اللي يتاكد من الاخبار بارفوا ناكد لك زيدك حاجه يتصلوا بيا زملاء وسام تعرف يقول لي خلي يكون تفاعلي لحتى ما عادش وقت يزيد والداخليه خاصه على 6 نقول راه خرج منها وخرج منها التونسي زاد يعرف يبين اخبار الثمانيه نتاع الوطنيه اخبار يعرف التونسي باش يتفرج باش يعرف الخبر شنو صار في بلاده والارهابيين هذوما فاش قاعدين يعملوا وكيفاش قواتنا تفاعلت معاهم وتعاملت معاهم وكيفاش قاعدين يصطادوا فيهم وكيفاش يعني فما يمكن بعض الاعلام اللي اعطيه ينشر بركه اللي هو باش يزيب اكثر متفرجين او اكثر قراء على الانترنت وغيره ولكن وقت اللي هذه اهميه المرفق العمومي اللي 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 يكون هو كالضامن ولكن الأهم من أنه يكون الضامن كما تقول يرفع من يرفع سقف احترام المهنية فلذلك بشكل أو بآخر يبقى صامد ويبقى مستمر يفرض نسبيا على المؤسسات الخاصة بشكل أو بآخر ولكن مهم جدا مهم جدا كيفاش وخيالنا الصحفيين حقيقة يعني في الظرف الصعيب إذا عرفوا كيفاش بشكل أو بآخر ينميوا من صحة الأخبار خاصة عن هذا المواقع الإلكترونية أسامة هذا واجب الصحفيين أن يكونوا مهنيين فقط مراد قاعدة برشا نحب نتفاعل مع الكلام تفاعل وبعد السي محمد عبو اللي قالوا الياس راهو بالنسبة للنجاح زياد سامحني بالنسبة للنجاح الأمني نتاع العملية هذه الأخرانية راهو ميغطي شكون اللي أبرزوا الإعلام دونك المواطن العادي يبدا قاعد في داره يحل اي قناه والا معناها كسوا ميديا معناها في في الراديو والا في التلفزه والا في يقرا جريده باش يقرا جريده باش يقرا دونك باش ياخذ المعلومه من المصدر اذا كان المصدر يبدا نظيف وما فيهوش لي زامبيورتي وفيه كان الاخبار اللي جد صحيحه معناها دونك لهنا انت اعطيتني حقي في النجاح نتاعي معناها راهو النجاح الامني اللي سور تيران والنجاح الشعبي اللي صار سور تيران لولا الحرفيه والمهنيه نتاع الاعلاميين ما كانش يخلط بالصوره المرجو نحن كنا قبل كانت عندنا شويه معناها احترازات على التعاطي الامني في مواضيع معناها ارهابيه قديمه لكن التصحيح المسار اللي صار تويك ما يعطي كان صوره طيبه وراو النجاح نتاعكم لا يقل اهميه عن نجاح سور تيران على خاطر راو الحرب على الارهاب نعاود نزيد نقول راهي حرب متكامله نحن سور تيران وانتم تعطيو الصوره للمواطنين السياسيين نفس الشيء كل واحد كبير كل واحد نجاح كبير انه كل مؤسسه تخدم خدمتها كل مؤسسه يعني خاصه مؤسسه الدوله راهو مهم جدا في الحرب راهو لا يكفي كون نحن ننتصروا على تيران فقط راهو تنجم انت بخطا مهني اعلامي تطيح اللي عملناه الكل في الماء النجاحات نتاعنا ترفقها النجاحات نتاعكم انتم نتاع مؤسسات الدوله كل انتم حكيتوا على المؤسسه التربويه والدور نتاعها حكيتوا على المؤسسه الصحيه والدور نتاعها اللي حكيتوا على المؤسسه معناها التشريعيه والدور نتاعها دونك المكافحه الارهاب والا التصدي والا الحرب الحقيقيه على الارهاب اللي توا حقيقيه ريال ما نعمه لا هي فزاعه ولا هي حتى شيء توا متكامله الناس الكل تشد الصف مع بعضها الناس الكل تتوحد وتنسى الخلافات نتاعها الكل مهما كانت الخلافات راه نحن تويك رانا في حرب حقيقيه وفي كل شيء والنجاح نتاعكم نحن كنقابه امنيه نحيوه واضح شوف مثلا ما نحبوش الحقيقه الصحفيين يوليو يخافوا راهو النقاشات هذه نقاذوها معناها شعوب قبلنا في الحروب فيتنام والنقاشات وتنشر اللي تحب وما تنشرش وشنو اللي تعدي وشنو ما تعديش الناس خذتها نحن الغالب على الثوره برك كاين شنو النقاشات هذه باش تبدا الامور تو برك بدينا نكتشفوا في الامور هذه فما خبر سمعته صحفيه عندها معلومه ونشرتهاش
تيدي عملت حاجه كبيره ياسر بالمناسبه هذه لازم صفقولها. احنا مش هذي اللي طالبينه، طالبينه حاجه عندك معلومه هبطها ما بالله بدون مبالغه في العناوين. العناوين خالقه مشاكل، معناها وقت واحد يحكي على السيطره نتاع داعش كان صحيح حط، اما المشكله كان تحب تجيب قراء نعمل اي عنوان. نحن ساعه قطع نظر الارهاب مضرين منها الناس كل، عندنا مشكله ساعه نتاع القراء في تونس يقراوا مثلا فيسبوك ولا انترنت يقراوا العناوين، اذا اعطيته عنوان غلط نسخت في ذهنه الفكره نتاعو. هذه ديجا مشكله كبيره ياسر، هذه في علاقه بالسياسيين بعضهم برشا ناس غلطوا فيها بالعناوين وبسوء اختيار العناوين، هذه مشكله. نجيو تو الموضوع حساس جدا تو فيه الدم وفيه قتل وكل يوم موضوع الارهاب. طبعا اختيار العناوين راه يتم بشكل معناها موضوعي جدا ومي ميلش الاثاره. اذا لقينا صحفيه عندها معلومه وترى كون تضر بالعمليات الامنيه كان تنشرها تو اجل تعطيها صحه، هذه مساله اخلاقيه في تصوري. علما كون عندنا قانون راه يعاقب فيما يخص العسكريين مش فيما يخص الامنيين. يعني اي وحده عسكريه ولا حتى دبابه تتنقل من بلاصه لبلاصه حاليا في القانون التونسي يعاقب بالسجن. راه واحد يذكر رغم ذلك هم ما يطبقوهوش ونحن ما نحبوهمش يطبقوه خاطر تخلف هو موجود في مجلس مرافعات العقوبات العسكريه اما زال موجود. انا شو نقول؟ معناها نتصور روحي لو جيت انا صحفي يا خويا نعطي حق المواطنين لازم يعرف ايش قاعد يصير. لكن كاين نهار فقت معلومه يستفيد منها الطرف الاخر خاطر اللي يقرا وسائل الاعلام حتى اللي بيقرا لهنا المشكل. تعرف اذا كان معلومه واحده راه المشكل في زاويه الطرح، يعني تنجم الزاويه نتاع الطرح تقلب المضمون اللي يوصل للمشاهد. هذه المشكل، يعني نجم ننقلوا نفس المعلومه لكن بزوايا مختلفه. تنجم مثلا هذه قريه وهذه قريه، حاليا خرج خبر الكتروني دبابات بصدد توجه من القريه الفلانيه الفلانيه يقراوا الناس كنا نقراها هنا نحب نعرفها كمواطن يقرا الارهابي يهرب الوقت هذاك. هذه هي نوعيه الاخبار اللي تقلق معنا اللي تكسر السريه نتاع بعض العمليات. هذه هي القضيه، البقيه لازم يكونوا موجودين ولازم يصوروا. حاجه باهيه كانوا في البنغرديه ما سمعناش مشاكل منعوا كانوا الامنيين يصوروا منعوا الناس من التصوير، هذه حاجه باهيه خاطر صارت في مناسبات اخرين منعوهم وتخلق عداوات بين الامن والصحافه والمفروض راهو في صف واحد اللي هي صف تونس وكل واحد يخدم في الديمقراطيه هذيك يلزمها امن ويلزمها صحافي زاد يبلغ المواطن. لازم زملائي في محمد توفر المعلومه. قولوا لي مازالوا زوج دقائق، مازالوا زوج دقائق توفر المعلومه بسرعه معك زياد لان تتنبج ما تكمل عندك تعقيب في الحكايه هذه. يعني نقابه الصحفيين دورها مهم لهنا ايضا مع الهيكل الهيئات ربما اللي مختصه في المجال الإعلامي أنه تقيم العمل الإعلامي وتقول يعني تقول للمؤسسات الإعلامية أنه إذا كان فما خطأ تقول أو أنه فما خطأ باش نصلحه المستقبل. نراك نقيمه مش نقيمه من يعني هكاك حكينا روسنا نقيمه. لا أكيد ثم مقاييس علمية. مقاييس أكيد ثم مقاييس علمية ضبطناها أصلا مع رؤساء التحرير مع الصحفيين بيدهم. الشيء الإيجابي جدا كونه برشا زملاء اتصلوا بالنقابة وقالوا راه كنا مخطئين ثورة وأنتم ما صلحتون، وهذا يدخل في اطار ما يسمى تعديل ذاتي. راهو اذا نحبوا تجربه ديمقراطيه تنجح، نحبوا اعلام ينجح لازم الاعلام ينجح، باش الاعلام ينجح لازم تصير تجربه نتاع تعديل على مستوى تلفز وراديونات وعلى مستوى الصحافه المكتوبه تصير ثقافه التعديل الذاتي. وراهو احنا كي نخلقوا ميثاق تحريري ميثاق شرف بيننا وبين العمليه التعامل مع العمليات الارهابيه هذا يعاون. راهو اليوم قطاع الاعلام تو محمد ماذا بينا جبت ملف بسيط ملف الملل السياسي وسائل الاعلام. انا اكد لك احنا كنقابه مقلقنا برشا، مقلقنا لانه نخاف على المنتخبات نهار اخر، مقلقنا الزواج بين ظفرين المتعه بين المال السياسي ورجال الاعمال وبين وسائل الاعلام، هذا يقلقنا يعني وباش يضر حتى البلاد. وبالتالي باش نرجع الموضوع باش من نصفصوش برشا باش نختم يعني فقط الشيء الايجابي. انا نهني زملائي على التغطيه الاعلاميه، مازالت بعض الاخطاء ممكن تتجاوزوها ماشي اخطاء خطيره برشا والله مش من باب الكوربوراتيزم، يعني بالعكس انا نتبع. انا حكيت لك انا اشتغلت مع وسيله اعلام اخبار دولية. بسمعتها كبيره باش علاش ماركتينغ يعني وقت الجمله من الفيديوهات خذوها من قناه خاصه تونسية. يعني كما الصور خذوها من الوطنيه زياد باش نحوصلوا كما الاداء الامني يتحسن قاعد يتحسن بقينا نتحسن الاداء الاعلامي ايضا بقينا نتحسن. هي منظومه متكامله ربما تبع بعضها على كل شيء ايجابي جدا الوقت غالب. شكرا لكم ضيوفي اسامه صغير ناطق باسم حركه النهضه. شكرا ليك ايضا سي محمد عبو مؤسس تيار ديمقراطي، زياد دبار نقابه الصحفيين، ومراد بن عثمان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي. شكرا لكم جميعا. أيضا شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. نختم بأغنية للدعم للقوات الأمنية والعسكرية طالع للجبل العالي. إلى اللقاء بإذن الله الأسبوع المقبل. الجبل العالي طالع لصواد الجلدان اللي قدروا الشهيد الغالي.
عندك